صباح الفل يا شباب، هناخد النهارده بإذن الله الاسترتش ريفلكس. استرتش ريفلكس، الاسترتش ريفلكس ببساطة هو إن السكيلتال ماسل لما أعمل عليها استرتش ترد عليا بكونتراكشن ببساطة شديدة. يبقى ببساطة شديدة ايه هو الاسترتش ريفلكس؟ هو إن أنا لما أعمل على السكيلتال ماسل استرتش امطها ترد عليا بكونتراكشن. حلو جدا. يعني مقدمه سريعه كده، لو جيت قلت لك قول لي او انسب لي الاسترتش ريفلكس للعيله بتاعته، تقول لي والله، ودي بتيجي كتير في الام اس كيو، ده ديب سباينال مونو سينابتك ريفلكس. كلمه ديب يعني الريسبتور بتاعه، ما هو ريفلكس، ادام ريفلكس يبقى خمس حاجات: ريسبتور، افريت، سنتر، افرنت، اكشن. كلمة ديب معناها ان الريسبتور بتاعه موجود جوه العضلة. طيب يعني ايه سباينال؟ يعني السنتر بتاعه هو السباينال كورد. طيب يعني ايه مونو سينابتك؟ كلمة مونو سينابتك ان هو اهو ريفليكس اهو كده، ادي العضلة مثلا او ادي الريسبتور، ادي الريسبتور اهو، هنعرفه بقى بالتفصيل. معنى ان كلمة مونو سينابتك يعني الافرنت بيخش على طول على الافرنت، فبيعملوا الاثنين سينابس واحدة، فساعتها بنسمي الريفلكس ده مونو سينابتك. غير ريفلكسات تانية ممكن الافرنت يخش يدي انتر نيرو وبعدين انتر نيرو وبعدين في الاخر يخش على الافرنت. يبقى في ريفلكسات بتدي انتر نيرونز في النص، فتلاقي ادي سينابس التانية التالتة، انما ده مفيش فيه انتر نيرونز، الافرنت داخل على طول في الافرنت، فساعتها بنسميه مونو سينابتك يعني احادي السينابس. وبما ان هو احادي السينابس يبقى التوتال ريفلكس تايم بتاعه اقل ما يمكن. ليه؟ لان احنا خدنا في الفيديو بتاع السينابس ان في حاجه اسمها سينابتك ديلي نص ايه؟ نص ملي ثانيه. طيب ده ما فيهوش الا سينابس واحده، يبقى ده اقل ديلي، وبالتالي هو اقل توتال ريفلكس تايم، وبالتالي هو اسرع ريفلكس في جسمك. يبقى احنا دخلنا في الجد بسرعه. هو الاسترتش ريفلكس ده لما اقول لك ان هو الريفلكس الوحيد في جسمك المونو سينابتك. يعني مونو سينابتك يعني لما اجي ادخل الافرنت يخش على طول على الافرنت وزاوت انتر ايه؟ انتر نيرون. اللي فيه انتر نيرونز ده بسميه بولي سينابتك. جميل. بما ان هو السينابس اللي فيه واحده يبقى الديلي فيه قليل جدا، وبالتالي هو اقل توتال ريفلكس تايم. التوتال ريفلكس تايم بتاعه اقل ما يمكن، وبالتالي هو اسرع ريفلكس في جسمي. ده كلام جميل. الكلام ده طبعا في السكيلتال ماسل، وده اللي انا هشرحها طول الفيديو. طيب موجود برضو في السموث ماسل، بس في السموث ماسل مايوجينيك مش نيوروجينيك. وكلمه مايوجينيك قلتها قبل كده ستاف مره، ان ده معناها ان هو خاصيه في العضله. السموث ماسل العضلات الملساء فيها خاصيه ان انا لما اعمل لها استرتش هي خاصيه في العضله نفسها. العضله عملها استرتش ترد عليها بكونتراكشن من غير ما ترجع للسباينال كورد، او من غير ما ترجع للسي ان اس، يعني من غير تدخل عصبي اصلا. هي خاصيه عضليه فيها بنسميها مايوجينيك. لما يكون حاجه فيها خاصيه عضليه بسمي الحاجه ديت مايوجينيك. يعني ايه؟ هي العضله ربنا خلقها لما عملها ستريتش ترد عليا بكونتراكشن. طيب كلام ملوش قيمه. نخش بقى في الجد على طول. It was found that nearly all skeletal muscle especially anti-gravity muscle are in state of stretch. ايه الكلام ده بقى؟ يعني لقوا ان كل العضلات الهيكليه في جسمنا under stretch، وبالذات الانتي جرافيتي ماسل. يعني ايه انتي جرافيتي ماسل؟ اشهر مثال للانتي جرافيتي ماسل، معلش بقى يعني ايه، يعني حاول على قد ما نقدر كده، ده الارم وده الفور ارم، لان طبعا انا مش واقف قدامك. الارم وده الفور ارم. بص كده على البايسبس. البايسبس طول الوقت، طبعا هي التندون بتاعها ماسك في الفور ارم. طيب ما انت طول الوقت ماشي حاطط الفور ارم بتاعك كده، طول الوقت انت ماشي وفاتح ايدك كده. طيب بما ان انا فاتح ايدي، يقوم الفور ارم ده شادد البايسبس مع الجاذبيه. فاهم؟
يبقى يسموا البايسبس انتي جرافيتي ماسل. يعني ايه انتي جرافيتي ماسل؟ شوف شغلها كده، شوف شغلها، تك عليها تقوم عامله كده. البايسبس انتي جرافيتي ماسل ليه سموها انتي جرافيتي ماسل؟ لانها عاوزه ترفع الفور ارم عكس الجاذبيه. طيب على الجهه الاخرى انت ماشي 24 ساعه فارد ايدك كده، فيقوم الفور ارم ده، الفور ارم شادد شادد، يعني عامل ستريتش للبايسبس مع الجاذبيه طول الوقت، فيقول لك البايسبس طول الوقت اندر ستريتش. فهمت الكلمه دي؟ طيب طيب، ما احنا قلنا تعريف الاستريتش ريفلكس ان اي عضله فيها ستريتش بترد عليا بيه كونتراكشن. تعريف الاستريتش ريفلكس اي عضله يتولد فيها ستريتش ترد عليا بيه كونتراكشن. طيب ايه رايك بقى ان الانتي جرافيتي ماسلز دي فيها مينتيند ستريتش، يعني ستريتش مستمر، وبالتالي فيها كونتينوس كونتراكشن اللي احنا بنسميه الماسل ايه؟ الماسل تون. تتك عليها كده تلاقيها ماسكه نفسها، فيها تون. حلو. طيب ركز معايا بقى عشان هبدا اخش في الجد بسرعه. This state of maintained stretch. بص بقى يا معلم، لو طالب برنس تبقى دخلته في الاسترتش ريفلكس كالتالي، يقسم لي دماغه نصين. النص الاولاني حاجه اسمها static phase of stretch reflex، والنص الثاني حاجه اسمها dynamic phase of stretch reflex. يعني الجزء الثابت من الاسترتش ريفلكس وهو الماسل تون، والجزء المتحرك اللي فيه حركه من الاسترتش ريفلكس اللي احنا بنسميه التندون جيرك. يعني ايه؟ ارجع معايا تاني كده لتعريف الاسترتش ريفلكس ببساطه. الاسترتش ريفلكس اي عضله اعمل عليها ستريتش ترد عليا بيه كونتراكشن. طب انا لو قلت لك عندي نوعين من الاسترتش ونوعين من الكونتراكشن، يبقى انا عندي نوعين من الاسترتش ريفلكس. حلو، ايه هما نوعين الاسترتش وايه هما نوعين الكونتراكشن؟ اول نوع من الاسترتش اللي هو المينتيند ستريتش، وده بيؤدي لنوع من الكونتراكشن اسمه كونتينوس كونتراكشن او الماسل تون. المينتيند ستريتش اللي انا قلته لك دلوقتي اللي هو مثلا البايسبس اللي هي انتي جرافيتي ماسل طول الوقت هي اندر ستريتش، فطول الوقت متولد فيها مايلد كونتراكشن اللي احنا كنا بنسميه في سنه اولى الماسل تون. فاهم؟ في نوع تاني بقى من الاسترتش مش المستمر، مش استرتش مستمر، لا، في نوع تاني من الاسترتش اسمه سادن استرتش، اسمه سادن استرتش. يعني اجي على العضله اقوم عامل لها استرتش مفاجئ، تقوم هي ترد عليا بكونتراكشن مفاجئ. بنسميه تندون جيرك، وجيركي موفمنت يعني حركه سريعه. هنفهمها دلوقتي. طيب كنا زمان نعرف الماسل تون انه ايه؟ حد فاكر؟ كنا زمان نعرف الماسل تون ان هو مايلد كونتينوس كونتراكشن، يعني كونتراكشن مستمر 24 ساعه وبس مش قوي. جه الوقت بقى احنا كبرنا بقينا في سنه تانية، جه الوقت نعرف تعريف اشيك للماسل تون اسمه alternative continuous contraction. ركز معايا بقى كده، تعريف شيك قوي للماسل تون اسمه ايه التعريف ده؟ صحصح معايا بقى، اسمه sub titanic alternative contraction. طبعا كونتينوس كونتينوس كونتراكشن ده التعريف الجديد الشيك بتاع الطالب البرنس اللي كبر بتاع الماسل تون. ما قعدتش تقول لي بقى مايلد كونتينوس كونتراكشن، دي كنا بنحفظها لك زمان كأنك كنت غلبان، دلوقتي انت بقيت برنس. تعال نفهم بالراحه الكلمتين دول. بص يا معلم، دلوقتي اشهر مثال للماسل تون العضلات بتاع ظهرك. ليه هو اشهر مثال؟ لان حضرتك بتفضل مثلا واقف او قاعد، ممكن تفضل واقف ساعتين على بعض، وممكن تفضل قاعد ساعتين ثلاثة اربع ساعات عادي جدا. طيب ما طول ما انت واقف الجاذبية عاوزة تشدك لتحت، يعني عاوزة توقعك. امال مين اللي بيخليك صلب طولك؟ تقول لي والله اللي بيخليني صلب طولي ان في عضلات عملاقة في ظهري، العضلات ديت فيها مايلد كونتراكشن، والكونتراكشن ده كونتينوس مستمر اسمه الماسل تون. فالكونتراكشن ده مخليني طول الوقت، مخلي طول الوقت عضلات الباك اللي هي بتاعت ظهرك دي فيها
كونتراكشن فصلبه طولك فما بتتكونش تقع في الارض. طيب اسالك سؤال، لو انا يعني قول لي بقى كده اشرح لي ازاي الماسل تون ده بيحصل، او ازاي عضله ظهرك دي كونتراكتد وقت طويل. تقول لي والله الف ب كده عشان العضله تفضل كونتراكتد وقت طويل وما تتعبش لازم يعني الكونتراكشن اللي فيها ده يبقى الترنيتيف. يعني ايه الترنيتيف؟ يعني بالتبادل. يعني ببساطه لو انا قلت لك، لو انا قسمت لك العضله لثلاث انواع من الفايبرز، فايبرز حمراء وفايبرز خضراء وفايبرز اورنج. طيب عشان العضله دي ما تتعبش اخلي الكونتراكشن بتاعها الترنيتيف يعني بالتبادل. يعني ايه؟ يعني مثلا اول نص ساعه، اول نص ساعه مثلا اقول مثلا الفايبرز الحمراء بس هي اللي فيها كونتراكشن. طيب تاني نص ساعة الفايبرز الاورنج، تالت نص ساعة الفايبرز الخضراء، يبقى الكونتراكشن ايه؟ بيبدل. طيب يبقى احنا عندنا عضلة فيها ثلاث انواع من الفايبرز وبتتغذى بثلاثة انتيرو هورن سيلز. الانتيرو هورن سيل الحمراء تشغل في الاول مثلا الفايبرز الحمراء، يبقى الفايبرز الحمراء دلوقتي هي اللي شغالة والباقي ده ريلاكسد، وبعدين ابدل. خلاص يبقى انا ما بديش الكهرباء كلها مره واحده. لو انا اديت الكهرباء كلها مره واحده بيسموه تيتانيك ديستشارج. يبقى التيتانيك ديستشارج لو انا عاوز اخلي العضله كلها تتكهرب از وول ماسل مره واحده او تكونتراكت مره واحده اكهربها مره واحده، يبقى لازم اكهرب الثلاثه انتير هورن سيلز دي مره واحده، يعني اديها الكهرباء الكامله. الكهرباء الكامله بيسموها تيتانيك ديستشارج. ده ما بيحصلش في الماسل تون. امال انا بعمل ايه في الماسل تون؟ بدي سب تيتانيك، يعني العصب ده يتكهرب الاول فيخلي الفايبرز الحمراء تنقبض الاول، وبعدين العصب ده هو اللي يكهرب فالفايبرز الحمراء تريح وده يشتغل، وبعدين الفايبرز الخضراء اللي هو العصب الاخضر يكهرب فيخلي ايه؟ يخلي الفايبرز الخضراء هي اللي تنقبض والاثنين التانيين مريحين، يقوم الكهرباء بتطلع سب تيتانيك يعني واحده واحده تخلي الكونتراكشن الترنيتيف. يبقى الكهرباء سب تيتانيك تخلي الكونتراكشن الترنيتيف يعني بيبدلوا مع بعض، يقوم العضله تفضل ساعتين ثلاثه فيها تون من غير ما تتعب. تعريف رهيب للماسل تون، سبت تانيك الترنيتيف كونتينوس كونتراكشن. طيب العضله ثابته ما بتتحركش، عشان كده يسموا الجزء ده من الاسترتش ريفلكس استاتيك فيز اوف ستريتش ريفلكس. وكلمه استاتيك يعني الجزء الثابت، ثابت يعني استاتيك من الاسترتش ريفلكس اللي هو الماسل تون. طيب في جزء بقى دايناميك، وكلمه دايناميك يعني متحرك من الاسترتش ريفلكس. ايه الجزء الديناميك؟ بنسميه تندون جيرك. التندون جيرك ببساطه ان انا باجي على التندون بتاع عضله معينه واجي مره واحده اقوم خابط على التندون، فاهم؟ اقوم خابط على التندون مره واحده. لما اخبط على التندون مره واحده ده النوع الثاني من الاسترتش. انا قلت لك في نوعين من الاسترتش يدوا نعيم وكونتراكشن. النوع الاولاني من الاسترتش اللي هو المينتيند اللي هو المستمر اللي كان بيدي الماسل تون. في نوع ثاني بقى من الاسترتش اسمه السادن استرتش، اجي على التندون بتاع العضله اخبط مره واحده يقوم العضله يحصل فيها صدم كونتراكشن. بس هنا الكونتراكشن مش الترنيتيف بقى، لا الوول ماسل العضله كلها تنقبض مره واحده، بيسموا ده التندون ايه؟ تندون جيرك. زي كده مثلا، بص دي العضله دي بتاعت فخدك دي اسمها الكوادريسبس. انت عارف اناتوم احسن مني. العضله بتاعت فخدك دي اسمها الكوادريسبس ماسل، التندون بتاعها ماسك قدام الباتيلا هنا. بص هو هيخبط على التندون، بص رجله حصلها ايه؟ بص تاني، اول ما يخبط على التندون هتلاقي العضله دي انقبضت. طب ما دي لما بتنقبض تخلي ايه؟ العضله كوادريسبس لما تنقبض تطلع رجلك لقدام. بص اول ما خبط على التندون، ركز، اول ما يخبط على التندون العضله هتنقبض. يبقى ده سادن استرتش، لما خبط على التندون عامل سادن استرتش للعضله، قامت العضله حصل لها سادن كونتراكشن قامت مطلعه رجل الراجل اللي قدامه. اسمه ايه بقى الكلام ده؟ بصوا رجله بتطلع لقدام ازاي؟ اسمه تندون جيرك. نبص برضه هنا، اهو جبت اهو هامر اللي هو الشاكوش اللي بخبط بيه على خبطت على التندون بتاع الكوادريسبس. يبقى انا عملت كده سادن استريتش للكوادريسبس، تقوم الكوادريسبس ترد عليها بسادن كونتراكشن.
الكونتراكشن بتاعها بيطلع ايه؟ بيطلع الرجل اللي قدام، بيسموا الكلام ده التبنو جيرك، وهناخده كتير قدام ان شاء الله. طيب من فضلك بقى انا عاوز اخش في الجد، كل دي كانت مقدمه. structure and innervation of muscle spindle. صح صح لي كده بقى يا برنس. دلوقتي احنا الحصه بتاعتنا اسمها استريتش ريفلكس. طيب الف ب، انا قلت لك اي ريفلكس خمس حاجات، خمس حاجات ايه هما؟ تقول لي والله ريسبتور، ها افرنت، سنتر، افرنت، واكشن. اللي بيفلح في درس زي الاستريتش ريفلكس هو الطالب الفاهم فقط، وعشان تبقى فاهم لازم ترتب لي معلوماتك. تقول لي والله مش ده ريفلكس يبقى زيه زي اي ريفلكس. بيعمل ايه؟ زي اي ريفلكس يبقى خمس حاجات: ريسبتور، افرنت، سنتر، افرنت، اكشن. طب لما اجي اسالك سؤال قول لي الاستراكشر اند انرفيشن اوف ستريتش ريفلكس، تقول لي والله اجاوب على الخمس اسئله دول، يبقى انا كده جاوبت السؤال ده. تعالى ناخد اول حاجه الريسبتور. مبدئيا انا قلت لك ان ده ديب ريفلكس، معنى ان هو ديب ريفلكس يعني الريسبتورز بتاعته موجوده جوه ايه؟ الريسبتورز بتاعته موجوده جوه مصل. حلو، شايف الكبسوله الزرقاء دي؟ دي كونكتيف تيشو كبسول، اهي في كبسوله زرقاء اهي لو ركزت. الكبسوله الزرقاء ديت جوه العضله، دي الفايبرز العاديه بتاعت العضله اللي هي الحمراء دي اللي انت عارفها. جوه الفايبرز العاديه بتاعت العضله في كبسوله زرقاء، جوه الكبسوله الزرقاء دي في ريسبتور. ده الريسبتور بتاع الريفلكس. اسمه ايه الريسبتور ده؟ اسمه مصل اسبندل او المغزل العضلي، مصل اسبندل. طيب السؤال بتاعنا ايه هو الاستراكشر اوف مصل اسبندل؟ يعني مما يتكون المصل اسبندل او مما يتكون الريسبتور بتاع الاستريتش ريفلكس. بص يا سيدي، مبدئيا كده انا عندي عضله عاديه خالص اللي انت خدتها في الاناتومي وخدتها في الهيستولوجي واللي انت عارفها، اللي هي الفايبرز الحمراء دي هي العضله العاديه خالص، والبتاع الاسود اللي عليها من بره ده هو الساركولمه بتاعها. يبقى البتاع الاسود اللي بره ده الساركولمه اللي هو الغشاء بتاع العضله اللي انت خدته في سنه اولى، واللي جوه ديت الفايبرز العاديه خالص بتاعت العضله. الفايبرز العاديه خالص بتاعت العضله دي اللي هي فيها اكتين وميسين وبتنقبض، اللي هي الاوردينري كونتراكتايل فايبرز بتاعت اي عضله، بنسميها النهارده اكسترا فيوزال فايبرز. وما دام قلت اكسترا فيوزال فايبرز بالعقل يبقى اكيد في انترا فيوزال فايبرز. طيب يبقى اللي انا رسمه اللي موجود عندك على الرسمه دلوقتي هي ايه؟ هي العضله العاديه، الفايبرز بتاعت العضله العاديه، ما جبتش انا سيره حاجه جديده لسه. دي الفايبرز بتاعت العضله العاديه اللي هي فيها اكتين ومايسن، اللي هي مخططه هي ستريتد ماسل اكتين ومايسن، وديت الاوردينري كونتراكتايل فايبرز، وديت اللي بيغذيها العصب اللي اسمه الفا موتور نيرون، اللي هو الموتور نيرون اللي انت عارفه يعني اللي خارج من انتيرور سيل، اللي هو رايح للعضله بيقول لها تنقبض. خلاص يا معلم؟ خلاص. طيب فين بقى المصل سبندل؟ المصل سبندل مبدئيا هو ريسبتور موجود جوه الايه؟ جوه كبسوله من الكونكتيف تيشو اللي هي الكبسوله الزرقاء دي. طيب المصل سبندل عباره عن 10 فايبرز. خلاص؟ يبقى المصل سبندل بيتكون من 10 فايبرز. بيسموهم الفايبرز دي، الفايبرز دي بيسموهم الانترافيوزل. ها؟ يبقى انا كان عندي، يبقى انا كان عندي العضلة العادية، الفايبرز بتاعت العضلة العادية بنسميها اكسترا فيوزل. طيب الفايبرز بتاعة السبندل اللي جوه الكبسول اللي هي بتاعة الريسبتور بقى بيسموها انترا فيوزل. حلو. كم فايبر؟ 10. خلاص؟ من 3 ل 10. الأرقام مش مهمة أوي. كل فايبر فيهم عبارة عن، صحصح لي بقى يا معلم، بريفرال بارت اللي أنا برسمه ده، بريفرال بارت أهو. يبقى اللي انا برسمه دي كده الفايبرز بتاعه المصل سبندل، عباره عن ايه؟ عباره عن بريفرال بارت وسنترال بارت. اللي انا رسمته ده البريفرال بارت، والبريفرال بارت انا برسمها لحضرتك دلوقتي مخططه. يعني ايه مخططه؟ سترييتد. طيب اي حاجه سترييتد يبقى فيها اكتين وميسين، واي حاجه فيها اكتين وميسين يبقى
بيحصل لها كونتراكشن. يبقى الفايبرز بتاعه الماسل سبندل اللي هي اسمها الانترافيوزال فايبرز فيها جزئين، بريفرال بارت اند سنترال بارت. اللي انا راسمه لك ده البريفرال بارت. طيب البريفرال بارت انا لما جيت رسمته رسمته مخطط، معنى ان هو مخطط يبقى فيه اكتين ومايوسين، ومعنى ان هو فيه اكتين ومايوسين يبقى بيعمل كونتراكشن. دي اول جزء. طيب ايه تاني؟ بريفرال بارت اند سنترال بارت. السنترال بارت ده في منه شكلين، شكل منتفخ اللي فوق وشكل رفيع كده. جوه السنترال بارت في نيوكلياي يعني انويه. الانويه مترتبه على منظرين، يا اما على شكل باج، باج يعني شنطه او كيس اللي هي الجزء المنتفخ ده، يا اما الانويه مترتبه على شكل تشين، يا اما الانويه مترتبه على شكل تشين. عشان كده يسموا النوع الاولاني نيوكليار باج، وده بيبقى من 3 ل 4 فايبرز، او خلينا زي كتابك من 2 ل 3 فايبرز، ونيوكليار تشين وده بيبقى من 4 ل 5 فايبرز. طيب الانويه ديت لو حصل لها استريتش تطلع كهرباء، عشان كده بيسموا السنترال بارت ده السنترال سنسوري بارت. ما انت ركز يا ابني، هو احنا عندنا اي ريسبتور في الدنيا، واحنا عندنا اي ريفلكس عباره عن ايه؟ عباره عن افرنت، او الافرنت ده عصب، العصب ده على بوزه هنا في ريسبتور. الريسبتور ده شغلانته ايه؟ يحول اي نوع من الطاقه، انت خلاص بقى خدت شابتر الريسبتور، يحول اي نوع من الطاقه لاكشن بوتنشي. اهو الريسبتور هنا هو المصل ايه؟ هو المصل سبندل اللي موجود جوه الكبسول ده. الريسبتور هنا هو المصل سبندل، شغلانته ايه المصل سبندل؟ زيه زي اي ريسبتور. خلاص؟ ده سنسور حساس يحول اي نوع من الطاقه اللي هي هنا ستريتش لاكشن بوتنشي، عشان ينقله يروح يخش جوه ايه؟ سنتر اهو اللي هو السباينال كورد على افرنت عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل اكشن. سهله خالص. طيب انا دلوقتي يبقى المصل سبندل ده سنسور او ريسبتور، يعني شغلانته يحول الطاقه لاكشن بوتنشال. فين الجزء فيه اللي بيحول الطاقه لاكشن بوتنشال؟ الجزء السنترال مش البريفيرال. ليه؟ لان هو فيه النيوكليار اللي لما بتتحرك بتطلع كهرباء. طيب مين يقول لي تاني ستراكشر اوف مصل سبندل؟ قول والله المصل سبندل ده موجود جوه، ده ريسبتور خلاص بتاع الاسترتش ريفلكس، موجود فين؟ موجود جوه العضله. فين بالظبط جوه العضله؟ جوه كونكتيف تيشو كبسول اللي هي الزرقاء دي. طيب الفايبرز بتاعته اسمها انترافيوزال فايبرز، دي بتاعه المصل سبندل. امال ايه هي الاكسترا فيوزال؟ لا دي الفايبرز العاديه خالص بتاعه العضله، ماليش دعوه بيها بقى النهارده، ماليش دعوه بيها. طيب يا ترى هم كام فايبر؟ من 3 ل 10. متقسمين ازاي؟ يا اما نيوكليار باج يا اما نيوكليار تشين. النيوكليار باج من 2 ل 3، بص الارقام سهله، 2 3 4 5، 2 3 4 5، والتشين من 4 ل 5. طب ليه سموهم باج وليه تشين؟ لان النيوكلياي في السنترال بارت هنا مترتبه مسحومه في انتفاخ شبه الشنطه فيسموها نيوكليار باج. هنا موجوده في سلسله، سلسله سلسله فيسموها نيوكليار تشين. طيب يا ترى الانترافيوزال فايبرز، الانترافيوزال فايبرز بتاعت مصل سبندل دي بتتكون من ايه؟ تقول لي بتتكون من حاجتين، يا اما بريفرال كونتراكتايل بارت اللي هو الاجزاء الخضراء، يا اما سنترال ستريتشد بارت. طيب عشان ااكد على موضوع كونتراكتايل وستريتشد، بص معايا كده على اللعبه دي. لو انا قلت لسيادتك ده كده النورمال، ده النورمال ادي اهو المصل سبندل اهو، ده النورمال اهو، ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه الاخضر ده اسمه ايه؟ انت يلا اسمه بريفرال بارت. حلو. طيب اللي في النص ده انا بحب ارسمه سوسته، تعرف ليه؟ اللي في النص اسمه ايه؟ اسمه سنترال بارت. طيب الاثنين على بعضهم اسمهم ايه؟ اسمهم الانترافيوزال فايبرز اوف ماسل سبندل. حلو. طيب بص بقى ركز معايا كده، ركز معايا. البريفرال بارت ده
في اكتين وماسين يبقى كونتراكتايل اهو، البريفرال بارت ده كونتراكتايل لانه في اكتين وماسين بس نوت استريتشبل، نوت استريتشبل على عكس الجزء اللي في النص اللي هو السنترال بارت. عشان كده سبت لك السنترال بارت ده سوستم عشان هو بيحصل له ايه؟ استريتش بس ما يحصلوش كونتراكشن. فهمت؟ يبقى ده كونتراكتايل نون استريتشبل، ده استريتشبل نون كونتراكتايل. فهمنا اكتر؟ اقول لك ماشي. في حته حلوه قوي للناس اللي فاهمه الهيستولوجي اوف ماسل سبيندل. الناس بتقول الهيستولوجي بتاع الماسل سبيندل يقول لك ايه؟ يقول لك خد بالك البريفرال بارت ده هو اللي هو الاخضر لازق في الساركوليما اللي هو الاسود ده. قال ودي لها قيمه؟ اه ده لها قيمه. فواحد فاهم فيسيولوجي صح لازم يبقى عنده المعلومه دي، ان الـ ان البريفرال بارت بتاع الانترافيوزال فايبرز دي لازق في الساركوليما. طب وده قيمته ايه يا حبيبي؟ قيمته ان انا لو مسكت العضله كلها كده، لو مسكت العضله كلها 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 من بره وقمت عامل لها ستريتش، وقمت عامل لها ستريتش، ايه اللي هيحصل؟ الجزء البريفرال ده نون ستريتشبل. ما انا قلت لك الجزء البريفرال ده كونتراكتايل نون ستريتشبل، يبقى مش هيحصل له ستريتش معايا. امال مين اللي هيحصل له ستريتش؟ الجزء اللي في النص. يعني ايه؟ يعني بص انا جبت العضله اهي، ما هو الجزء ده ماسك في الساركوليما، فانا لو جبت العضله كلها على بعضها عملت لها ستريتش كده اهو، ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيتمط؟ اللي هيتمط الجزء اللي بيتمط اللي هو الجزء السنترال. يديني المنظر ده، يعني انا لو مسكت العضله كلها عملت لها ستريتش للعضله كلها هيقوم الجزء البريفرال زي ما هو اهو، جزء البريفرال زي ما هو لانه نون ستريتشبل. الحاجات دي الدرس مش بتاع نوم خالص، حصه محترمه وتقيله وبتاع الطالب فاهم فقط. يبقى انا عملت استريتش لكل العضله هيقوم الجزء البريفرال نون ستريتشبل. انت بتفهم نون ستريتشبل فيفضل زي ما هو. طب مين الجزء الاستريتشبل؟ ها السنترال بارت. طيب خد بقى المعلومه دي، السنترال بارت لما يحصل له ستريتش يطلع كهرباء اكشن بوتنشال. ما هو ده بيسموه السنترال سنسوري بارت لان ده اللي فيه النيوكلياي اللي بتطلع كهرباء. يبقى اول طريقه ان انا اخلي المسل سبيندل يديسشارج كهرباء ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل ستريتش للسنترال بارت. ازاي؟ ان انا اعمل ستريتش لكل العضله. انت بتفكر بسيطه. طب في طريقه ثانيه بقى خطيره يا ابني. طيب ما انا ممكن اخلي العضله بطولها عادي، ما اعملش العضله ستريتش اهو. خد بالك انت بتفهم، افهم رسم. انا اخلي العضله طولها عادي خلاص اهو، ما عملتلهاش ستريتش، العضله كلها ما حصلهاش ستريتش زي ما هي بنفس طولها، بس اجي للبريفرال بارت ده اكهربه. لا لا، هو انا لو جيت للبريفرال بارت ده كهربته هيحصل له ايه؟ تقول لي والله يلا سمع معايا، البريفرال بارت ده كونتراكتايل نون ستريتشبل. يعني انا لو جيت على البريفرال بارت ده وقمت مكهربه هو بس، هو بيحصل له ايه؟ كونتراكشن. وكونتراكشن يعني يقصر. تلاقيني برسمه لك كده، بص بص بص، قصر اهو، البريفرال بارت قصر. يبقى العضله طولها ثابت بس البريفرال بارت قصر. طب ما لو البريفرال بارت ده حصل له كونتراكشن وده بيكونتراكت اوت وورد، بيكونتراكت اوت وورد زي ما جانج كتب، مصطلح دقيق جدا، بيقول لك بيكونتراكت لبره. فالبريفرال بارت ده لما يكونتراكت لبره يقوم شادد السنترال بارت، يقوم السنترال بارت يحصل له ايه؟ يحصل له ستريتش، وده لما بيحصل له ستريتش بيطلع كهرباء. يبقى ده ازاي؟ ازاي اخلي الماسل سبيندل يطلع كهرباء؟ انا ماشي معاك تا 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 عشان في الاخر تتكيف، ركز معايا، هنتعب في الاول. ازاي اخلي الماسل سبيندل يطلع كهرباء؟ تقول له والله الماسل سبيندل ده نوعين من الفايبرز. ها بريفرال بارت و اسمها انترفيوزال فايبرز كلها بتنقسم لبريفرال بارت وسنترال بارت. البريفرال بارت ده كونتراكتايل نون ستريتشبل، والسنترال بارت ستريتشبل نون كونتراكتايل. بس السنترال بارت لما بيحصل له ستريتش بيطلع كهرباء. طب ازاي اخلي السنترال بارت يحصل له ستريتش؟ بطريقتين، يعمل ستريتش للعضله كلها فبالتالي السنترال بارت هيحصل له ستريتش، يا اما اخلي العضله طولها ثابت، طولها ثابت ما عملتلهاش ستريتش ولا حاجه، بس جيت على البريفرال بارت قمت مكهربه هيقوم يحصل له ايه؟ كونتراكشن. هو بيكونتراكت اوت وورد هيقوم شادد السنترال بارت ويطلع كهرباء. حلو، نرجع مرجوعنا. بعد ما عرفنا الستراكشر اوف ماسل سبيندل تعالى نعرف جزء تاني اسمه انرفيشن اوف ماسل سبيندل، او تعالى اعمله لك بطريقتي، تعالى نكمل الخمس حاجات بتوع ريفلكس. انا عاوز امشي بطريقتي انا، مش ده ريفلكس، كمل الخمس حاجات. طيب
الريسبتور وعرفناه اسمه ماسل سبندل وعرفنا الاستراكشر بتاعه وده هيفيدك قوي فيسيولوجي وهيستولوجي كمان. طيب فين الافرنت؟ بص يا حاج احنا عندنا تو تايبس اوف افرنت وتو تايبس اوف افرنت سهلين، ما احنا اتنين اتنين عندنا نوعين من الافرنت ونوعين من الافرنت. طيب ايه هما النوعين من الافرنت؟ بص بقى السهوله، بقى السهوله في الاداء. واحد يا سيدي اسمه، هو طبعا الافرنت ده بيبقى ايه؟ الافرنت ده سنسوري نيورون عاد اهو من نوع الدورسال روت جانجليا داخل على الالفا موتور نيورون ويخش ويزود انتر نيورون لان هو مونو سينابتك اف. يبقى دي اول افرنت اسمه 1 او برايمري. يا لهو على السهوله. طيب تاني افرنت، يلا سهل اهو سمعتك، اسمه 2 او سكندري. اسهل حاجه في الدنيا في الفسيولوجي. طيب البرايمري والسكندري او تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي هو الرقم الاولاني ياخد الحرف الاولاني مرتين A و A. طيب A دي قصدي بيها A الفا، يعني نوعه مش هو نيرف فايبر، النيرف فايبرز انت عارفهم A و B و و C والA الفا وبيتا وجاما ودلتا. طيب ال1 ده ياخد الحرف الاولاني A الفا اللي هو اسرع عصب وادخل عصب. طيب يبقى اكيد اللي تحته ده هياخد A بيتا. طب سهل، ده A الفا يبقى ده ايه بيتا. حلو قوي. طيب ده ركز لي بقى من فضلك، انيولو سبايرال. يبقى واحد الرقم الاولاني بياخد الحرف الاولاني مرتين ايه الفا وانيولو سبايرال. كلمه انيولو يعني حلقات وسبايرال يعني ملتف، يعني ملتف على هيئه حلقات. هفهمك. التاني بيسموه فلاور سبراي. سبراي يعني متنطور زي الندى اللي بيتنطور على الزهور. ده واحد كان مخه فاضي قال لك اما اسميه كده. المهم يعني متنطور وخلاص، انت مش تعبط فضل ربنا يا ابني، امشي ورايا، متنطور وخلاص. ماشي. يعني ايه بقى؟ قبل ما اقول لك يعني ايه انيول سبايرال وفلاور سبراي، في نقطة. هو انا عندي كام افرنت؟ اتنين. اسخن معايا ما تنامش، عندي كام افرنت؟ اتنين. وعندي كام نوع من الفايبرز؟ اتنين. باج واتشين، باج واتشين، باج واتشين واتنين افرنت. طيب في واحد منهم بياخد من الاتنين وواحد بياخد من واحد بس. تقول لي سهله، اللي بياخد من واحد بس اكيد هو رقم واحد. اقول لك لا، الطب مش بالسهوله دي، ما تمشاش بقى كده بسلاسه. ليه وليه تمشي بسلاسه لما ممكن تتعقد؟ احفظها ده بقى. الواحد ده بياخد من الاثنين عشان الطب مش بالسهوله دي، واثنين بياخد من واحد فقط. اثنين ده بياخد فقط من التشين. التشين يعني سلسله، وهو بيطلع على هيئه فلاور سبراي. افتكرها كده، واحد جاب لحبيبته ورده وسلسله. طيب تعال نفهم بقى. واحد ده بيطلع منين؟ يلا ها، واحد ده بياخد من الاثنين، واحد بياخد من الاثنين، يعني بياخد من الباج ويل تشين، بيطلع على هيئه انيولو سبايرال، يعني على هيئه حلقات. بص خلاص هتفهم اهو، خلاص هتفهم اهو، ما تخافش. بص 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 بيطلع ازاي؟ بيطلع ازاي؟ يجي على الباج يلف عليها كده، هو شكله كده. ويجي على التشين يلف عليها كده، فيسموه انيولو سبايرال، يعني طالع لاف. انما التاني اللي هو تايب 2 اللي بياخد من حاجه واحده بس، اللي هي التشين اللي هي السلسله. قلت لك واحد جاب لخطيبته ولا مراته سلسله وورده، بيطلع فلاور سبراي، يعني طالع متنطور من على التشين بس كده، متنطور كده، متنطور كده على التشين بس. يبقى احنا عرفنا عندنا كام نوع من الافرنت؟ اتنين. واحد البرايمري واثنين ها سكندري. ده من النوع ايه الفا وده من النوع ايه بيتا. طيب ده بيطلع ازاي وده بيطلع ازاي؟ تقول لي والله واحد الرقم الاولاني بياخد الحرف الاولاني مرتين ايه 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 الفا وانيولو سبايرال. امال ده طالع ازاي؟ ده اكيد اما ده ايه الفا يبقى اكيد ده ايه بيتا. طيب ده طالع انيولو سبايرال يعني لافف من على الاثنين الباج والتشين. ده طالع فلاور سبراي يعني متنطور من على فين فقط؟ من على التشين فقط. حلو.
الاثنين هيخشوا ويزود انتر نيورونز وش على الافرنت. طيب الافرنت عندنا الاثنين دخلوا على افرنت واحد، ركز عشان في عيال طيبه غلبانه في مخها. هاجي انا كمان شويه اقول لك عندي عصب هنا رهيب رهيب اسمه الجاما، في هنا خليتين الفا سيل وجاما سيل. هيجي واحد طيب طيب خالص يقول لك والله انا عندي اتنين افرنت وعندي اتنين افرنت، ندخل افرنت على الافرنت الاولاني وافرنت على الافرنت الاولاني بحيث تبقى قسمه العقل وكل قسمه العدل وكله ينبسط. لا يا حبيبي، الاتنين افرنت الاتنين بيخشوا على الالفا. طيب ما احنا كده عرفنا السنتر، يبقى احنا عرفنا الاثنين الافرنت وعرفنا السنتر اللي هو السباينال كورد، والاثنين الافرنت عارفين واحد منهم اللي هو الالفا موتور نيورون، اللي هو الموتور نيورون اصلا اللي رايح يغذي ايه؟ اللي رايح يغذي الاسكيتال ماسل. طب ما انا الريفلكس اتعمل، تصدق تصدق واحنا مش واخدين بالنا الريفلكس اتعمل. هو الاستريتش ريفلكس تعريفه ايه؟ تعريفه لو عملت استريتش للعضله العضله ترد عليا ب كونتراكشن. ما هو خلاص ما احنا خلصنا، خلصنا ازاي يا عم؟ تعال نشوف الاستيمولوس ستريتش. طيب لو انا عملت العضله ستريتش، ها سنترال بارت هيحصل له ايه؟ ستريتش. يقوم لما يحصل له ستريتش يطلع ديستشارج. يعني ايه ديستشارج؟ يعني كهرباء، يعني كهرباء، يعني اكشن بوتنشال. طيب هيطلع اكشن بوتنشال على فين؟ على تو افرنت. عندي كام نوع من الافرنت؟ واحد و اثنين، برايمري و وسكندري. البرايمري واخد من الاثنين باك وتشين، والسكندري واخد من واحد اللي هو التشين. طيب التو افرنت هيخشوا على سنتر، ايه هو السنتر؟ السبينال كورد. يديوا افرنت، ايه هو الافرنت اللي انا قلته؟ اللي انا قلته ما تدخلنيش في متاهات، امشي معايا سنه سنه. الافرنت الالفا موتور نيرون. طب هو الالفا موتور نيرون ده رايح يغذي ايه؟ رايح يغذي الاكسترا فيوزال ماسل فايبرز اللي هي اصلا الاوردينري كونتراكتايل فايبرز اوف ماسل. طب ودي لما بكهربها، لما كهربها بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها كونتراكشن. ريفلكس خلص. الا امال احنا هنقعد نهري بالميت ساعه كمان في ايه؟ في الخازوق الثاني ده الجامع. في انا قلت لك من الاول عندي اتنين افرنت عرفتهم برايمري وسكندري، وقلت لك ان انا عندي اتنين افرنت عرفت منهم واحد اللي هو الالفا، فاضل التاني اللي هو الجامع. ركز كده يا قلبي، بس خد بالك الجامع ده ما حدش اداله، الجامع ده ما حدش اداله. ارجوك ارجوك اوعى تودي البرايمري هنا والسكندري هنا، ما تعكش ما تجلطنيش. الاثنين افرنت داخلين على الالفا، الجاما ده طالع من الهواء ولسه ما اعرفش مين اللي اداله، مين كهربه لسه ما اعرفش. الجاما يخرج، ركز معايا كده، رايح فين؟ رايح فين؟ الجاما اخضر رايح للفايبرز الخضراء. لا 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 لا، يا الفايبرز الخضراء دي ايه؟ دي البريفرال بارت اوف انترافيوزال فايبرز which is contractile but not stretchable. طب وهي البريفرال بارت دي لو انا كهربتها عرفت يالا مين العصب اللي رايح لها؟ الجاما، الجاما رايح للبريفرال بارت اوف انترافيوزال فايبرز which is contractile not stretchable. يعني لو كهربتها يحصل لها كونتراكشن بس ما يحصلهاش ستريتش. طب لو حصل لها كونتراكشن هتعمل ستريتش للجزء اللي في النص، اللي انا لو عملت له ستريتش بيطلع كهرباء. بس خليها في سرك دلوقتي، خليها في سرك. عرفت يا حاج الاستريتش ريفلكس؟ طيب في جزء بقى عشان اكمل لك الليله كلها، هو جزء رخم شويه معلش، ارقام مش عايز تحفظها مش مشكله مش هنخسر بعض. كل عصب من دول لازم تعرف لي كل عصب من دول لازم تعرف لي الديامتر بتاعه والسرعه بتاعته. سامحني معلش، كل عصب من دول لازم تعرف الديامتر والسرعه بتاعته، هحفظها لك بطريقه سهله. الديامتر بتاع ده بتاع طبعا اكبر واحد اللي هو الاي الفا اللي له اسم تاني على فكره 1 اي، له اسم تاني 1 اي، وركز في دي عشان في عصب اسمه 1 بي عاوزين نجيبه اخر الحصه. المهم يبقى ده يا اما اي الفا يا اما 1 اي، له اسمين واكتبهم عشان جانونج بيحب يجيبها في الام اس كيو. اكتب اسمه التاني 1 اي، ايدك شغاله معايا. طيب ده كل واحد قول لي الديامتر ويل والسبيد بتاعته. الديامتر بتاع ده 16 مايكرون معايا، الديامتر بتاعه 16 مايكرون والسبيد 100 متر في الثانيه. نصص ال 16 نصها كام؟ 8. طيب ال 100 نصها كام؟
50 يبقى سهل اهو. هيجي واحد غتت يقول لي لا ده مكتوبه في المذكره 40، اقول لك يا عم يعني زق معايا الموديول، زق معايا الموديول يا سيدي، مش هنخسر بعض على 10. يبقى ده 16 مايكرون والسبيد 100 متر في الثانيه. طب ده نصص 16 نصها 8 مايكرون وال100 نصها 50 ومكتوب عندك 40، ما علينا. طيب الجاما، الجاما 4 4 يا حبيبي يا جاما، ده انت سهله خالص، 4 مايكرون و4 متر في الثانيه. ده بقى الخازوق ما تحفظوش، 14 مايكرون و60 متر في الثانيه. ويا عم مالكش دعوه بيه، برشمه. المهم كده احنا خلصنا الاستراكشر اند انرفيشن اوف ماسل سبندل، وده هيفرق مع حضرتك كتير فيسيولوجي وهيستولوجي كمان. طيب اخش على حاجه بقى في منتهى الخطوره من وجهه نظري، الصفحه دي مش اهم صفحه في السي ان اس، لا دي اهم صفحه في الفسيولوجي كلها. من وجهه نظري تاني، الصفحه دي هتتكرر مع حضرتك طول ما احنا شغالين في السي ان اس عشرات المرات. اخيرا الصفحه دي خطيره، مفيش طالب مش حافظها صم زي اسمه، وصمه عار لو مش حافظها صم زي اسمك طول عمرك، ما فيهاش هزار يا حبيبي. بص هات بقى من المذكره عندك عشان ملخبط الدنيا. في عندك حاجه اسمها مود اوف ستيميوليشن اوف جاما، ما هو ده اللي عليه الدور. ما احنا عرفنا ان التو افرنت داخلين على الالفا، التو افرنت الازرق والاسود اهو داخلين على الالفا. امال الجاما دي مين بيكهربها؟ احنا عرفنا ان الجاما راحه للبريفرال بارت اوف انترافيوزال فايبرز ويتش از كونتراكتايل بات نوت ستريتشبل. يلا احفظ معايا. طيب مين بقى بيكهرب الجاما؟ دليله كبيره قوي سعادتك، اللي هو سؤال اسمه ايه؟ مود اوف ستيميوليشن اوف جاما. بس اكتب عليه كده لما اجي اجاوبه في الامتحان، اكتب هكتب الكلام ده بلس صفحه 38. صفحه 38 فيها جدول اهم من اسمك، اهم من حياتك. الجدول اللي في صفحه 38 اهو اهو اهو، اكتب عليه خطير، ما تنساهوش طول عمرك. طيب بص يا سيدي، دلوقتي الجاما دي، الجاما ببساطة شديدة في حاجات تعمل لها فاسيليتيشن، في حاجات تعمل لها فاسيليتيشن اللي هي الزرقاء دي اهي، عامل لك بلس يعني بتفاسيليتيت الجاما، بيسموها سوبرا سباينال فاسيليتاتوري سنترز. ليه سموها سوبرا سباينال؟ لان كلها حاجات فوق مستوى السباينال كورد. وفي حاجات اللي هي بالاحمر تعمل لها انهبيشن، يبقى الكلام سهل خالص. يبقى الجاما في حاجات تعمل لها فاسيليتيشن وحاجات تعمل لها انهبيشن. جميل. الحاجات اللي بتعمل لها فاسيليتيشن اللي معموله بالليزر. ماشي يا عم. انا هشرحها لك قصاد بعض. يعني ايه؟ هاتها لي من فوق كده. في اريا في الكورتكس اسمها اريا 4، حفظ حفظ بس، حفظ بس، انت بتحفظ معايا. اللي فاهمك حاجه هتحفظ. اريا 4. خلاص؟ دي بتعمل فاسيليتيشن. قصادها اريا 4S بتعمل انهبيشن. بس خد بالك عشان ما تجيبليش جلطه، انا قاسم لك الرسمه نصين عشان اوريك حاجه بتعمل فاسيليتيشن وانهبيشن. بس زي ما في اريا 4 هنا، في اريا 4 الناحيه الثانيه، وزي ما في 4S هنا، في 4S الناحيه الثانيه، وزي ما في بيليو سيربيلم هنا، في بيليو سيربيلم الناحيه الثانيه، وزي ما في نيو هنا، في نيو الناحيه الثانيه. فاهم؟ ما تجيبليش شلل ارجوك. بس انا قاسم لك الرسمه بالنص، دياجرام مش ده الحقيقه. يبقى يلا نحفظ. عندي خمس حاجات بيعملوا انهبيشن وخمس حاجات بيعملوا فاسيليتيشن. احفظ معايا. اريا 4 تعمل فاسيليتيشن، اللي بالازرق يعمل فاسيليتيشن، وقصادها 4S تعمل انهبيشن. طيب انزل تحته، ده اسمه سيريبيلم. السيريبيلم ده اللي هو المخيخ، السيريبيلم اللي هو المخيخ. السيريبيلم ده هناخد قدام شويه ان هو نوعين، نيو وبيليو. النيو بيعمل فاسيليتيشن والبيليو بيعمل انهبيشن. سهل، احنا بنحفظ. طيب لو سيادتك فاكر كنا رسمنا البتاع السودا دي قبل كده لما رسمناها في الحصه بتاعت التراكتس، وتراك اسمها الانترنال كبسول، صح؟ صح. ف
في حضن الانترنال كبسول في حضنها هنا وهنا على فكرة، بس انا اسيب لك رسمة مش هفضل اكرر، في حضنها في نيوكليس لونها احمر، انا عملها لك باللون الاحمر، اسمها لينتيفورم نيوكليس. اسمها ايه؟ لينتيفورم نيوكليس، بتعمل انهبيشن ما بالاحمر، وفوقها نيوكليس مربعه اسمها كوديت نيوكليس. انا عاملاك بالازرق يبقى بتعمل فاسيليتيشن. يلا احفظ معايا تاني، احفظ معايا، عندي خمس حاجات بيعملوا انهبيشن للجام وخمس حاجات بيعملوا فاسيليتيشن للجام. جميل، اول حاجه بتعمل فاسيليتيشن اريا 4، قصادها اريا 4 اس، احفظ معايا، احنا بنحفظ، احنا بنحفظ، السيريبيلم النيو يعمل فاسيليتيشن، البليو يعمل انهبيشن. طيب الانترنال كبسول فيه في حضنها نيوكليس اسمها لينتيفورم بتعمل انهبيشن، وفوقها نيوكليس مربعه مربعه اسمها كوديت بتعمل فاسيليتيشن. طيب البرين ستيم، فاكر كان اسمه ايه وايه؟ كان اسمه ميد برين بونز مضله. في الميد برين في نيوكليس حمراء اسمها الريد نيوكليس بتعمل انهبيشن. البونز فيها نيوكليس زرقاء يعني بتعمل فاسيليتيشن اسمها فيستيبيولار نيوكليس. معلش احفظ معايا والله، من كتر ما هيتكرر هتحفظهم صم زي اسمك، من كتر ما هيتكرر قدام، احفظ بس معايا. ريد نيوكليس تعمل فاسيليتيشن وموجوده في الميد برين، وبونتاين نيوكليس يعني موجوده في البونز اسمها فيستيبيولار نيوكليس بتعمل الريد بتعمل انهبيشن ودي بتعمل فاسيليتيشن. طيب فاكر البتاعه اللي اسمها ريتيكولار فورميشن؟ بص البتاعه دي كلها كده، ركز معايا من فضلك، البتاعه دي كلها كده اسمها ريتيكولار فورميشن، خلاص اللي هي المسؤوله عن الفوقان لو تفتكر. ما علينا مش وقته. الريتيكولار فورميشن دي فيها جزء واقع في البونز وجزء واقع في المضله. اللي واقع في البونز بسميه بونتاين ريتيكولار فورميشن، واللي واقع في المضله بسميه مضلر ريتيكولار فورميشن. البونتاين ريتيكولار فورميشن بالازرق يعني بيعمل فاسيليتيشن، والمضله ريتيكولار فورميشن بالاحمر يعني بيعمل انهبيشن. قولهم لي بقى كلهم كده، قولهم لي كلهم. يلا ايه الحاجات اللي تعمل فاسيليتيشن وايه الحاجات اللي تعمل انهبيشن؟ اربعه فاسيليتيشن، اربعه اس انهبيشن، ها نيو فاسيليتيشن، بيليو انهبيشن، كوديت فاسيليتيشن، لينتيفورم انهبيشن. طيب فيستيبولار فاسيليتيشن، ريد انهبيشن. البونتاين ريتيكولار فورميشن يعني الريتيكولار فورميشن الموجوده في البونز تعمل فاسيليتيشن، المضله ريتيكولار فورميشن يعني الريتيكولار فورميشن اللي موجوده في المضله تعمل انهبيشن. حلو يا معلم. طيب في حاجه لازم تكون عارفها وحاجه هحفظها لك عشان ما تنساهمش. الحاجه اللي لازم تكون عارفها ان انا عندي خمس حاجات بيعملوا فاسيليتيشن قصاد خمس حاجات بيعملوا انهبيشن. طيب الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن بتزود المسل تون، وهعرفك ليه، انا هعرفك ليه الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن بتزود المسل تون، عاوزين نعرف ليه. الحاجات اللي تعمل انهبيشن بتقلل المسل تون. طيب افرض انا جيت قلت لك لازم يكون في ميزان بينهم واضحه اهي، افرض انا جيت قلت لك اريا 4 باظت، افرض انا جيت قلت لك اريا 4 باظت، تقول لي ثانيه واحده، هي اريا 4 دي من الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن يعني كانت بتزود المسل تون، يعني اصبحت الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن 4، يوم مين الكفه اللي تكسب؟ الحاجات اللي بتعمل انهبيشن، يوم المسل تون يحصل لها ايه؟ انهبيشن. يبقى قدام بقى، عشان كده بقول لك دي اخطر صفحه في الدنيا، يخرب عقلك، هتطلع في المخ والاعصاب بطيخه لو ما انتش عارف الصفحه دي. هيجي بتاع المخ والاعصاب يقول لك يا ابني احنا بوظنا اريا 4، تقول له والله اريا 4 دي كانت ضمن الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن يعني بتزود المسل تون، يقوم الحاجات اللي بتزود المسل تون بدل ما كانوا خمسه بقوا كام؟ بقوا اربعه، يبقى مين يكسب؟ الحاجات اللي بتعمل انهبيشن المسل تون. فهمت؟ طيب طريقه هبله عشان احفظك لاخر مره عشان اخلص ضميري منك، احفظ كده. اشتريت بنطلون وفيست كارو يعني مربعات، عارفين كده ولا لا؟ جداد. بص بقى، بنطلون يعني بونتاين، وفيست يعني فيستيبولر، كارو يعني مربع، ومربع يعني كوديت، جداد يعني نيو. يبقى اشتريت بنطلون وفيست كارو جداد. بص بقى، دي الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن للمسل تون. بنطلون يعني البونتاين، لا الحاجات اللي بالازرق، يلا ركز بسرعه، بونتاين ريتيكولار فورميشن، وفيست الفيستيبولر نيوكليس، كارو يعني الكوديت نيوكليس، جداد يعني النيو سيريبيلوم.
حفظتهم يبقى دي الحاجات اللي بتعمل فاسيليتيشن، انا خلاص ضامنها منك، اعكسهم يطلع الحاجات اللي بتعمل ايه؟ انهبيشن. طيب وبعدين انت حفظت لنا دلوقتي اخطر جدول في التاريخ وعرفناه وحفظناه صم قشطه. طب وبعدين هو الحاجات دي لما تعمل، افهم بقى معايا يا بطيخ، الحاجات دي لما تعمل فاسيليتيشن هتفاسيليتيت الجامعه. طيب بالراحه كده، احنا مش بنتكلم في حزب البرما، امشي ورا الجامعه دي شوف هي راحه فين، وبالتالي لما اعملها فاسيليتيشن ايه اللي هيحصل؟ مش هي بتفاسيليتيت الجامعه؟ طب هي الجامعه دي لو انا عملت لها فاسيليتيشن يعني كهربتها؟ هي الجامعه دي راحه فين؟ راحه لل، سامعك يالا يا معلم، يالا اللي بتجاوب، يالا تسلم، يالا تسلم، راحه لل، ها بريفرال بارت اوف انترافيوزال فايبرز اوف ماسل سبندل ويتش از كونتراكتايل بات نوت ستريتش. يعني لو انا كهربت الجامعه هتعمل كونتراكشن، انا هكتبها بقى بالعربي كنت عشان ده تحفظها صم، حفظ صم، كونتراكشن في البريفرال بارت. طب هو انا لما هعمل كونتراكشن في البريفرال بارت السنترال بارت يحصل له ايه؟ تقول لي ستريتش، جدع. طيب هو السنترال بارت لما يحصل له ستريتش بيعمل ايه؟ بيعمل ديستشارج. هي ديستشارج على ايه؟ على الاثنين افرنت. طيب هو انا لما بديستشارج على الاثنين افرنت، ها هما الاثنين افرنت رايحين فين؟ امشي ورا، امشي ورايا، امشي ورايا. بص لو انا كهربت حاجه من الحاجات دي هتعمل فاسيليتيشن للتو، الفاسيليتيشن للجاما. طب لو انا عامل فاسيليتيشن للجاما، الجاما راحه لل بريفرال بارت بتاع الانترافيوزال، يوم البريفرال بارت بتاع الانترافيوزال يحصل له كونتراكشن، يوم السنترال بارت يحصل له ستريتش، ولما ما بيحصل له ستريتش بيديستشارج كهرباء. هيديستشارج كهرباء على مين ومين؟ على البرايمري والسكندري افرنت. طب هو البرايمري والسكندري افرنت الاثنين رايحين فين؟ رايحين للالفا. طب هو انا لما كهرب الالفا بالتو افرنت يوم العضله يحصل لها ايه؟ ما هو الالفا رايح للعضله بقى اللي هي الفايبرز العاديه اللي في الكونتراكت، يوم العضله يحصل لها ايه؟ كونتراكشن. لا لا لا، يعني انا لو شغلت الجاما العضله يحصل لها كونتراكشن؟ ايوه. طب ما هو الكونتراكشن ده اللي هو المسل تو، عشان كده اقول لك الحاجات دي اللي بتستيميوليت الجاما تزود المسل تو، والحاجات اللي بتنهبت الجاما تنهبت المسل تو. فهمت يا معلم؟ طيب في جدول كمان عشان اخلص الجداول اللي عندنا. فاكر لما قلت لسيادتك ان انا عندي، لما قلت لسيادتك ان انا عندي الاسترتش ريفلكس جزئين استاتيك ودايناميك، صح؟ مش قلت لك ان الاسترتش ريفلكس جزئين استاتيك ودايناميك؟ حلو. اللي انا شرحته هنا كان الاسترتش ريفلكس بصفه عامه عشان ما تلخبطش، الاسترتش ريفلكس بصفه عامه بس، هو الاسترتش ريفلكس ده بيشغل جزئين، بيشغل استاتيك وبيشغل دايناميك. طب ما تيجي كده تقسمه لي، عشان تقسمه لي قول لي مكونات الريفلكس. سهله خالص، حتى الجدول ده اسهل من اللي عندك. مكونات الريفلكس اللي هي، استنى كده اقول لك الجدول ده عندك صفحه، الجدول ده عندك في صفحه 34 اللي هو استاتيك فيز، الفرق بين الاستاتيك فيز والديناميك فيز. انا عامله لك اسهل لو عاوز تمشي ورايا فيه. تقول والله انا لما اجي اتكلم على الاستاتيك فيز والديناميك فيز قول لي ايه؟ قول لي اتكلم في خمس حاجات: ستيمولس، ريسبتور، افرنت، افرنت، اكشن، والعصر الاكزامبل، ماشي؟ اللي هي مكونات الايه؟ مكونات البتنجان، مكونات اي ريفلكس. حلو. طيب مفتاح سر الجدول ده ايه؟ بص يا معلم، مش انا عندي، ركز معايا موب بقى، مش انا عندي نوعين من الفايبرز جوه المسل سبندل؟ تقول لي اه عندي باج وعندي اتشين. حلو. في واحد منهم مسؤول عن الديناميك فيز وواحد منهم مسؤول عن الاستاتيك فيز. قال ده سهله بقى، مين مسؤول عن الديناميك فيز؟ الباج. افتكرها كده، الديناميك فيز المسؤول عنها الباج، وباج يعني شنطه، حرامي خدها وجري، يبقى في شنطه حرامي خدها وجري، جري يبقى الشنطه دي بتاعت الديناميك. تاني انا عندي نوعين من الفايبرز، الديناميك واحد استاتيك، خلاص.
واحده منهم مسؤوله عن الدايناميك فيز، اسف، اثنين من الفايبرز باجوتشي، واحده منهم مسؤوله عن الدايناميك فيز، واحده منهم مسؤوله عن الاستاتيك فيز. مين مسؤول عن الدايناميك؟ الشنطه. احفظها ازاي؟ حرامي خد الشنطه وجري. طبعا انت ضعيف الايمان، هتيجي في الامتحان تقول لك حرامي سرق العقد ولا السلسله وجري. ما انت بتتفنن ازاي تلخفت نفسك. لا، انا قلت لك حرامي خد شنطه وجري، دايما الحرامي بيسرق الشنطه معروف. طيب جري يعني دايناميك، يبقى الشنطه اللي هي الباك بتاعت الدايناميك. والتشين جانج على الرغم من ان جانونج كتب في النسخه الجديده بتاعته قال لك لا الكلام ده مات، قال لك الباك فيه منها نوعين، مسؤول عن دايناميك وتشين، مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش دعوه، خليك في الكلام بتاعك. حلو حلو. طيب ما تيجي بقى كده نكمل شويه الهنجمه دي. هو الاستاتيك ده اللي هو مين؟ اللي هو الماسل تو. حلو. طب الديناميك ده اللي هو الايه؟ التندون جيرك. جميل. طيب ازاي اعمل ستيمولس للماسل تون؟ هو ايه الاستيمولس هنا وهنا؟ الاستيمولس هنا وهنا استرتش، بس الاسترتش هنا قول يا ابني معايا انا سامعك اهو، مينتين اللي قلت اول حصه. طب الاسترتش هنا صادم، يلا بقى بسرعه، ده جدول اتفه جدول في الدنيا، خلينا نخش في الجد. لا اتفه، احنا لسه ما دخلناش في الجد. ده اتفه جدول في الدنيا خلاص. ده الاستيمولس هنا وهنا استرتش. طب الاكشن هنا وهنا كونتراكشن. ما هو اهو ما هو تعريف الريفلكس ايه؟ استرتش يؤدي الى كونتراكشن. بس انا عندي نوعين من الاسترتش، مينتند يعمل يعمل الترناتيف كونتراكشن. فاكر فاكر الالترناتيف كونتراكشن اللي هو الماسل تو، وعندي نوع من الاسترتش اسمه صادن يعمل وول ماسل كونتراكشن. يبقى الجدول ده اتفه جدول. يبقى لما يجي جدول في النظري ده، اذا كان في نظري يعني، يقول لك ايه الفرق بين الاستاتيك فيز والديناميك فيز اوف ستريتش ريفلكس؟ قول له يا عم ده انت بتتكلم في ادفع حاجه في التاريخ. مش انا عندي ده ريفلكس، دول مكونين للريفلكس. طب واي ريفلكس؟ خمس حاجات: ستيمولس، ريسبتور، افرنت، افرنت اكشن، وقول الاكزامبل بالمره. طيب الاستيمولس استريتش، ما هو ده التعريف، ان انا لما اعمل استريتش العضله ترد عليها بكونتراكشن. يبقى الاستيمولس هنا وهنا استريتش، والاكشن هنا وهنا كونتراكشن. بس الاستاتيك فيز اللي هي الماسل تون، لما اعمل مينتين ستريتش بتاع الانتي جرافيتي ماسلز، فاكر؟ خلاص يحصل الترنيتيف كونتراكشن. وفهمتك يعني كلمه الترنيتيف كونتراكشن، مش عيد تاني، اللي هو الماسل تون. الدايناميك فيز اللي هو سادن ستريتش، الفيديو اللي وريته لك سادن ستريتش يعمل وول ماسل كونتراكشن، العضله كلها كونتراكت مره واحده، يعمل حاجه اسمها تندون جيرك. حلو. طب الريسبتور هنا وهنا؟ ما لسه قايل يا ابني يا ابني، الدايناميك الريسبتور بتاعها الباج، والاستاتيك الريسبتور بتاعها التشين. وقلت لك افتكر ان الباج يعني شنطه خدها حرامي وجري، يعني بتاعت الدايناميك. طيب الافرنت، ما انا ما عنديش الا اثنين افرنت سواء لده او لده، عشان اخلص منه الالفا والجاما. شكرا. الالفا بيروح للاكسترا فيوزل، والجاما بيروح للانترا فيوزل، بريفرال بارت اوف انترا فيوزل. الافرنت مين يقول الافرنت؟ الافرنت بتاع الاستاتيك، هو الاستاتيك ده ايه؟ الاستاتيك الريسبتور بتاعه ايه؟ ها قول يا ابني انت. التشين. الاستاتيك الريسبتور بتاعه التشين. التشين بيطلع منها كام افرنت؟ شوف بقى، بص الرسمه بتنطق، الرسمه اقسم بالله بتتكلم. لو غلطت انت مالكش اي حجه غير انك بطيخ. الريسبتور بتاع الاستاتيك هو التشين. طيب ما هو التشين طالع منه تو افرنت، البرايمال والسكتر. طيب الريسبتور بتاع الديناميك هو الباك، الباك طالع منه كام افرنت؟ واحد بس اللي هو البرايمري. يبقى الافرنت بتاع الاستاتيك، الافرنت بتاع الاستاتيك البرايمري والسكندري، انما الافرنت بتاع الديناميك البرايمري بس. ما هو لان الريسبتور بتاع الاستاتيك التشين، لو بصيت هنا على الرسمه اهو على التشين هتلاقي طالع منها البرايمري والسكندري، انما الريسبتور بتاع الديناميك هو الباج، والباج طالع منها البرايمري فقط. جدع. طيب نخش على اللي بعده. لا انشف كده انشف كده يا حبيبي. نخش على اللي بعده، اللي جاي اسهل، اللي جاي اسهل. بص يا سيدي، ده سؤال تافه خالص خالص. بيقول لك مود اوف ستيميوليشن اوف ماسل سبيندل. انا ازاي اعمل ستيميوليشن اوف ماسل سبيندل؟ تقول لي يا عم بقى، ما خلاص بقى كفايه تكرار بقى، انت عرفتنا. انا عرفتك ماشي.
ازاي اعمل سميشن موسلس بندل؟ تقول لي احنا خدنا اصلا اثنين اللي هي رقم واحد ورقم اربعه شرحناهم اصلا. رقم واحد اللي هي الاستاتيك فيز، ان انا اعمل بولينج افكت اوف جرافيتي، ها ان الفور ارم شادد البايسبس 24 ساعه، يبقى ده دي اول طريقه ان انا اعمل بيها ستيميليشن. طب تاني طريقه ان انا اعمل بيها ستيميليشن للستريتش ريفلكس، تقول لي اللي هي الدايناميك فيز اللي هي التندون جيرك. يبقى احضر بقى، احنا قلناها هم اللي هم اصلا لما قلت لك اول الحصه قسم لي مخك نصين استاتيك ودايناميك، لان الريفلكس ده جزئين استاتيك ودايناميك. خلاص يبقى ده اول طريقتين اعمل بيهم ستيميليشن للستريتش ريفلكس. حلو. طيب في طريقتين تانيين، واحده منهم انا قلت لها اللي هي ايه؟ اللي هي اعمل ستيميليشن للبريفرال بارت للجامع. لو عملت ستيميليشن للبريفرال بارت للجامع هيحصل لها كونتراكشن، ثم ايه؟ برضه كلام مكرر. في بس حته هو زودها لك ما لهاش قيمه، هو الجامع ده مش عصب واحد بس، انا عامل له عصب واحد عشان ما تتلخبطش. الجامع ده عصبين، واحد رايح للتشين يسموه جاما اس يعني جاما ستاتيك، واحد رايح للباك فيسموه جاما دي يعني جاما دايناميك. معلومه مالهاش لازمه. المهم يبقى رقم واحد واثنين واربعه انا شرحته ازاي اعمل استيميشن للمصل سبندل، شرحته. فاضل دي، ودي اتفه من التفاهه، دي اتفه حاجه في الدنيا. يقول لك كونتراكشن اوف انتاجونست مصل، يعني ايه؟ يعني حاول كده، يعني ايه؟ دي البايسبس صح، ودي ايه؟ التراي. الاثنين عكس بعض فبيسموهم انتاجونست مصل. طيب لو انا عملت كونتراكشن في الباي، كونتراكشن في الباي ازاي؟ اللي هي تعمل كده فليكشن يعني. لو عملت كونتراكشن في الباي هتلاقي التراي حصل لها ايه؟ استريتش. طب ما لو حصل لها استريتش هتعمل كونتراكشن ويتولد فيها استريتش ريفلكس. يبقى من اساليب تحفيز الاستريتش ريفلكس ان انا اعمل كونتراكشن في الانتاجونست مصل. تاني، الانتاجونست بتاعت التراي هي الباي. لو انا عملت كونتراكشن في الانتاجونست مصل اللي هي الباي هيقوم التراي يحصل لها استريتش. طب ما ده مود اوف ستيميليشن اوف استريتش ريفلكس. اذا الصفحه دي تفهم. طيب في هنا بقى تو بوينتس، يعني هم ما لهمش قيمه وقالهم وجري، بس انا هفضل اشرح فيهم بتاع ربع ساعه، والكلام اللي هقوله ده خلاصه مجهودي في الاستريتش ريفلكس في اللف بين الكتب اللي هي الصفحه دي. فهمتها يا ابني، هتلعب بالاستريتش ريفلكس لعب، ودي للفهم فقط، مش موجوده كلام في مذكرات. كل الكلام اللي عليها السطرين دول، بص كده بيقول لك امتى اعمل ماكسيمم ستيميوليشن للاستريتش ريفلكس وامتى اعمل مينيمم ستيميوليشن للاستريتش ريفلكس. واحد يجي يقول لي ما يا عم مش عاوزين بقى غباوه بقى، ما هو ماكسيمم ستيميوليشن للاستريتش ريفلكس ان انا اعمل استريتش، ان العضله كلها يحصل لها استريتش. اقول له صح يالا. يبقى لو عملت العضله كلها استريتش، دي النورمال ماسل اهي، دي النورمال ماسل خلاص. لو انا عملت لها النورمال ماسل، عملت لها استريتش يعني طولتها كلها على بعضها كده، انا بحفز، ده كده عملت ماكسيمم ستيميوليشن للاستريتش ريفلكس. بص الجايه بقى يا حبيبي، ودي اللي انا عامل الورقه دي عشانها. طيب امتى اعمل مينيمم ستيميوليشن للاستريتش ريفلكس؟ مفاجاه، لو العضله حصل لها كونتراكشن. اركن لي بقى البتاع ده كده وتعالى معايا. انت راجل بتفهم. اجيب لك بس القلم الايه؟ ايوه ده اهو. بص كده يا سيادتك، تخيل كده ده النورمال لينس بتاع العضله بتاعتنا. ماشي. ايه رايك لو عملت لها ستريتش؟ العضله كلها عملت لها ستريتش. تقول لي لا ده انت قايل لي والله في الاول، والله انت قلت لي في الاول ان العضله كلها لو عملت لها ستريتش السنترال بارت غصب عني وعنك وعن السامعين يحصل له ستريتش. اعتبر السوسته دي هي السنترال بارت. يبقى ده النورمال لينس بتاع العضله. لو عملت العضله كلها ستريتش هيقوم السوسته اللي هي السنترال بارت يحصل لها ستريتش. طب ودي لما بيحصل لها ستريتش، لما يحصل لها ستريتش تطلع كهرباء، الكهرباء تتنقل على افرين تروح للالفا، يقوم ارجع اعمل ايه؟ كونتراكشن. ما ده تعريف الاستريتش ريفلكس. ماشي، يبقى انا كده عملت ماكسيمم ستيميوليشن للاستريتش ريفلكس، او بيسموها في التكستات والام سي كيو
اسم رايق قوي من اروق مسميات الفسيولوجي، لودينج للريفلكس، يعني اكني حملت المصل سبندل، اكني حملت المصل سبندل، عملت له ستيميوليشن يعني. طيب بنفس منطق السوسته بتاع ابوك السماحي، هو انا يا ابني العضله لما مطتها السوسته اتمطت. طيب لو العضله حصل لها فولنتري كونتراكشن، الكونتراكشن النورمال بتاع ربنا اللي انت عمال تعمله 24 ساعه، السوسته هيحصل لها ايه؟ ورد عليا، السوسته هيحصل لها ايه؟ السوسته تفسي. تفسي دي كلمه فلاحه قوي، ما تبقاش فلاح في الفاظك، اسمها انلودنج. اكتب يا ابني المصطلحات دي عندك حبيبي. السوسته لما تتشد يسموها عملت مش موجود عندك، عملت لودنج للريفلكس. طيب لو العضله نفسها حصل لها كونتراكشن السوسته تفسي، تفسي يعني انلودنج للريفلكس. يبقى لو انا عملت ستريتش للمصل، يبقى انا كده عملت ماكسيمم ستيميوليشن للستريتش ريفلكس، وعملت كونتراكشن للمصل والفرنتال كونتراكشن، يبقى كده عملت مينيمم اقل ستيميوليشن للستريتش ريفلكس، عملت انلودنج. في ناس رايقه بتسميه نيجاتيف ستريتش ريفلكس. ليه بقى؟ لان انا العضله ذكيه يا ابني، ما هيش حلوفه، العضله ذكيه ما هيش حلوفه. هي العضله عملت كونتراكشن بتبص لقدام، ما هو بعد الكونتراكشن عاوزه تعمل ريلاكسيشن، عشان كده وهي بتعمل كونتراكشن قامت مفسيه الاسترتش ريفلكس، عشان قامت مفسيه المصل سبندل عشان تعرف تعمل ريلاكسيشن. اصل المصل سبندل ده لو حصل له لودنج هيعمل كونتراكشن جديد، فاهم؟ فعشان كده العضله بتبص لقدام، وهي بتعمل كونتراكشن عملت انلودنج للمصل سبندل عشان تعرف تعمل ريلاكسيشن، بيسموها نيجاتيف استرتش ريفلكس، فسيت الاستريتش ريفلكس. حلو، لا حلو. طيب ادردش معاك اكتر عشان اخليك تستوي على الاخر. واحد يقول لي بقى ايه، احنا تهنا يا حاج، احنا عمالين نهري وننكت في ايه؟ اقول لك انا، احنا بنهري وننكت في التالي. بالك انت لو جيت سالتك سؤال بصفه عامه قلت لك يا ابني هي العضله بتنقبض بكام طريقه، هتسكت؟ اجاوب انا عليه. العضلة بتنقبض بثلاث طرق. القصة دي انا متعلمها من نيترز، تكست اسمه نيترز هو اللي فاهمني القصة دي. العضلة لها ثلاث طرق في الانقباض، يا اما بباسيف ستريتش تقول لي اه عارفينها ان انا لما اعمل على العضلة باسيف ستريتش زي الانتي جرافيتي ماسل يقوم اعمل لودنج للاسترتش ريفلكس يقوم ترد عليا بكونتراكشن، ده اول نوع للكونتراكشن اللي احنا خدناه خلاص. يا اما اكتف كونتراكشن اللي هو سيادتك خدت قرار تشيل الالم، ده اسمه اكتف كونتراكشن. القرار ده بينزل من فوق، ما هو مين اللي بيفهم؟ مين عارف انك عاوز تشيل الالم؟ اهو سيبك كورتكس. يا اما اكتف كونتراكشن وذ جاما كو اكتيفيشن، وهي من اروع ميكانيزمات الفسيولوجيا على الاطلاق. بص كده بس بستريتش، انا عاوز واحد رايق ماشي ستيب باي ستيب بيجاوب عليا. يعني بس بستريتش يعني جيت على العضله وقمت عامل لها ستريتش، مين هيحصل له لودنج؟ الاسترتش المصل سبندل، يقوم المصل سبندل يبعت افرنت اللي هم اكشواليت وافرنت، انا بختصر بقى، يبعت افرنت للالفا، يقوم الالفا يبعت افرنت، الافرنت ده رايح للعضله يعمل فيها ايه؟ كونتراكشن. حلو، اشطب لي اكسترا فوز لو انت مش عاوزين عشان لخبط الدنيا. يبقى دي سهله خلاص، ده اول نوع. اسمه ايه بقى النوع ده؟ باسيف ستريتش اللي هو الاسترتش ريفلكس. خلصت ماشي. طب ايه رايك في دي؟ لو انت خدت قرار تشيل الالم، يوم السيريبرال كورتكس اريا 4 على فكره بتنزل اشاره لعضلات اللي هتشيل الالم، تقول لها يا عضلات يا اللي هتشيل الالم اعملي كونتراكشن. ازاي؟ السبيل الوحيد لاي عضله انها تكونتراكت ان انا اعمل ديستشارج او اكشن بوتنشال في الالفا موتور نيورون اللي رايح لها، كلمه حطها حلقه في ودنك. خلاص خلصت. يبقى بص بقى، بص امشي معايا كده ستيب باي ستيب. ها الفولنتري اكتف كونتراكشن بيسموه الاكتف فولنتري كونتراكشن، يعني عملت كونتراكشن بمزاجي، انا خدت قرار اسرح شعري، خدت قرار اشيل الالم. يوم دي تنزل اشاره للالفا، يوم الالفا تعمل ايه في الاكسترا فيوزل؟ تعمل فيه كونتراكشن. اه بص عامل لك انا الفايبرز قربت من بعضها، كل شيء مدروس، الفايبرز هنا قربت مع بعضها، يعني العضله نفسها حصل لها كونتراكشن. طب ما انا قايل لك يا حزين العضله لما بيحصل لها كونتراكشن الانترا فيوزل فايبرز بيحصل لها ايه؟
انلودنج. ليه؟ عشان ما ابعدش على ده، لانها عندها بعد نظر، لانها بعد ما عملت كونتراكشن هي عاوزه تعمل ريلاكسيشن، ولو بعتت على ده مش هتعرف تعمل ريلاكسيشن لان ده عاوز يعمل كونتراكشن جديد. فهمت؟ طيب. طيب ساعات العضله، يعني اقول لك على حاجه، عارف انت يا برنس لما حاول تتخيل معايا بوس رجلك، انا بغزل برجل حمار، لما تيجي تشيل الانبوبه وتكون فاكرها فاضيه وتطلع مليانه، تقول لي اه عارفها انا الحركه دي، اقول لك ماشي فسرها لي كده، تقول لي اشيل الانبوبه، انا خدت قرار اشيل الانبوبه، يعني انا هعمل انهي نوع من دول؟ اكتف فولنتري كونتراكشن، ما انا خدت قرار اشيل الانبوبه، ماشي. يقوم السيبرا كورتكس يبعت على الالفا يقول له يا الفا اعملي كونتراكشن في العضلات اللي هتشيل الانبوبه، تيجي انت تشيل الانبوبه انت فاكرها فاضيه بس هي غفلتك وطلعت مليان، جيت تشيلها اللي هو القصه دي حصلت، جيت تشيلها ما قدرتش، تقوم عامل ايه؟ تتعافى عليها وتقوم شايلها. الا ايه اللي حصل؟ اقول لك انا اللي حصل، مخك نزل كهرباء على الالفا فقط، قمت انت اتعفرت وما عرفتش تشيل الانبوبه، يقوم مخك بدل ما يكهرب الالفا يكهرب الالفا والجاما سوا، يعني بدل ما اعمل استيميوليشن للالفا بس واعمل كونتراكشن هنا، بص يالا امتع كونسبت في التاريخ، يقوم يعمل حاجه اسمها الفا جاما كو اكتيفيشن، يكهرب الاثنين مع بعض اللي بنسميها عندنا سيرفو اسيستنت، وسيرفو اسيستنت يعني الجاما هتاسست الالفا بشغلها. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك لو انت فهمت هتعرف ازاي. بص انا جيت كهربت الالفا بس ما قدرتش اشيل الانبوبه، فعاوز ازود الباور اوف كونتراكشن، عاوز ازود الباور اوف كونتراكشن، يبقى بدل ما كنت بنزل كهرباء على الالفا بس هنزل كهرباء على الالفا والجاما، وده يفرق؟ اه يفرق. بص كده انا عملت ايه؟ عملت كونتراكشن في الاكس فيوزر فايبرز من غير ما فسي المصل سبندل. ليه ما فساش المصل سبندل؟ لانك في الوقت اللي عملت فيه كونتراكشن في الاكسترا فيوزل الجاما رخرة اتكهربت، لما الجاما اتكهربت يا ابني، لما الجاما اتكهربت هو الجاما دي بتعمل ايه؟ تقول له والله الجاما دي ما بتعرفش تعمل غير حاجه واحده، اهي انا كررتها فوق ال 20 مره، الجاما بتروح للبريفرال بارت اوف انترا فيوزل تعمل فيه كونتراكشن، تقوم عامله ايه في السنترال بارت؟ استريتش. لا لا لا، يعني انت عملت حركه في منتهى الصياعه، عملت كونتراكشن اه في الاكسترا فيوزل بس من غير ما فسي الانترا فيوزل، من غير ما اعمل انلودنج، عملت كونتراكشن وفي نفس الوقت عملت لودنج، ده ازاي دي يالا؟ عن طريق ان انا عملت الفا جاما كو اكتيفيشن او سيرفو اسيست، اهو الجاما جه عمل لودنج لده شده. طب وبعدين؟ بعدين ايه؟ ما تمشي معايا، هو ده اتشد هي ديستشارج كهرباء، يديستشارج كهرباء فين؟ في التو افرنت واحد واثنين، ودول رايحين فين؟ على الالفا، يعملوا فيها ايه؟ يدوها كهرباء تاني، تقوم تزود الكونتراكشن تاني، تزود الكونتراكشن اكتر تاني، جيت اشيل الانبوبه انا بحسبها فاضيه طلعت مليانه ما قدرتش اشيلها، يقوم مخك بدل ما كان بيكهرب الالفا بس يكهرب الالفا والجاما سوا. طب وده فرق في ايه؟ فرق ان الالفا عملت كونتراكشن، ادي الكونتراكشن رقم واحد خلاص، والجاما عملت، امشي مع الجاما، امشي مع الجاما، احنا مش بنهاتي، امشي مع الجاما. الجاما بتعمل ايه؟ الجاما بتعمل كونتراكشن في البريفرال بارت، يقوم السنترال بارت يحصل له ستريتش، يقوم يتشارج كهرباء اضافيه توصل للالفا تزود كهربه الالفا، تقوم تزود الكونتراكشن، تقوم تقدر تشيل الانبوبه، بيسموها سيرفو اسيست، وده اخطر حاجه واهم حاجه في الحصه. طيب حاجتين بقى انا عاوز اعدي عليهم بسرعه عشان وقت الفيديو. سؤالين هبل كده. السؤال الاولاني بيقول لك تايبز اوف ستريتش ريفلكس، وده طبعا احنا قلنا معظمه، يا اما ستاتيك، خلاص بقى قلنا الكلام ده كتير، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك، دول قلناهم، والنيجاتيف ده برضو شرحناه.
اللي هو العضله لما تعمل كونتراكشن تعمل انلودنج للمسل سبندل، وبالتالي تقدر تعمل ريلاكسيشن بيسموه نيجاتيف. طيب في نوعين تانيين ومهمين، واحد اسمه السيربيلر ستريتش ريفلكس، والتاني اسمه انفيرس ستريتش ريفلكس، ده هشرحه لوحده اللي هو ده الانفيرس ستريتش ريفلكس. وركز ما بين في حاجه اسمها نيجاتيف ستريتش ريفلكس وحاجه اسمها انفيرس ستريتش ريفلكس، ما تخليش دماغك صحلبيصه كلها داخله في بعضها. طيب يعني ايه سيربيلر ستريتش ريفلكس؟ سيربيلر ستريتش ريفلكس ده هو الراجل بيشرح لك مثال من ارض الواقع. مبدئيا طبعا كلهم مونو سينابتك ما عدا السيربيلر والانفيرز، الاثنين بولي سينابتك. ركز فيها عشان ام اس كيو. السيربيلر والانفيرز الاثنين بولي سينابتك، هشرح لك ليه. تعالى نقرا كده بالراحه ونمشي مع المثال ده كده، امشي معايا بالراحه كده. بيقول لك when your forearm is flexed your biceps muscle is contracted. If we suddenly apply extra weight على الهاند ال forearm not fall down but remain flexed. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك اعمل ايدك كده، ركز معايا، انا ماشي معاك في الفيديو معلش بقى غصب عني. لو قلت لك اعمل ايدك كده يعني عملت اعمل فليكشن، اعمل فليكشن ماشي، وانت عملت فليكشن يعني البايسبس فيها كونتراكشن صح؟ طيب البايسبس فيها كونتراكشن، وجيت انا مره واحده وانت عامل ايدك كده قمت حاطط لك شنطه تقيله على ايدك. بص قول لي اللي هيحصل من ارض الواقع، قول لي هيحصل من ارض الواقع. يعني انت عامل ايدك كده وجيت مره واحده قمت رامي لك شنطه تقيله على ايدك. بص اللي هيحصل ايه؟ تقوم ايدك نازله لتحت، انت اتفاجئت يا ابني بالاكسترا لود، تقوم ايدك نازله لتحت وطالعه تاني شايله الشنطه. اهو الفور ارم نوت فول داون يعني مش هيقع، بات ريمينز فليكسد باي اسيست اوف ريفلكس. مين اللي عمل اسيست؟ السيربيلر. بص اهو اهو للحظه، بص الشنطه عملت ايه؟ قول لي كده الشنطه عملت ايه؟ قول لي الشنطه عملت ايه؟ الشنطه خدت ايدك ونزلت، وهي نازله كده ركز في البايسبس هتلاقي حصل عليها ستريتش. شفت يا ابني تاني انت عامل فليكشن وجيت مره واحده قمت مشيلك تقل زياده. التقل زياده ده هيقوم عامل ايه؟ هيقوم منزل ايدك للحظه وتطلع تاني. في اللحظه اللي نزل ايدك فيها لو انت ركزت على البايسبس هتلاقي في اللحظه دي، اعمل معايا في اللحظه دي هتلاقي البايسبس حصل عليها ستريتش. اوبا البايسبس لما يحصل عليها ستريتش تقوم ترد بيه كونتراكشن. ساعات الكونتراكشن ده، بس انت عاوز كونتراكشن قوي، انت عاوز كونتراكشن قوي، فمين يساعدني؟ البايسبس تروح جري للسيربيلم. طيب هو السيربيلم كان فيه كام حته؟ كان فيه حتتين، نيو وبيليو. مين كان بيزود التون؟ النيو. يقوم السيربيلم يساعدها بالنيو سيربيلم، يقوم يزود لها التون تقوم تنشف. بس خد بالك انت هنا العضله راحت طلبت مساعده اضافيه من السيربيلم، يعني عصب طلع على السيربيلم ودخل النيو وطلع من السيربيلم على السباينال كورد ونزل على الانتيريور نسيل موال. عشان كده بيسموه ايه؟ عشان كده بيسموه بولي سينابتيك. يبقى دي حاجه تافهه جدا. السيربيلر ستريتش ريفلكس ساعات لما انا شايلك اكسترا لود سهل بقى، ما تضيعليش وقت في الهبل ده. لما انا شايلك اكسترا لود العضله تطلب مساعده اضافيه من السيربيلم. طيب انت لو مكان السيربيلم وعندك حتتين نيو وبيليو تساعدها بقى، تساعدها باللي بيزود المصل تون؟ سؤال غبي. بالنيو. طيب الانفيرس ستريتش ريفلكس ده بقى ده قصه لوحده. انفيرس ستريتش ريفلكس، وهو الراجل هنا عمل لك مقارنه ما بين الاستريتش ريفلكس العادي والانفيرس ستريتش ريفلكس. دي كده اللي هو المقارنه بين المصل سبندل والجولجي تندر. طيب انفيرس ستريتش ريفلكس ليه سموه انفيرس؟ هو الاستريتش ريفلكس كان بيقول ايه؟ الاستريتش ريفلكس كان بيقول لما اعمل مايلد ستريتش العضله بترد عليا بكونتراكشن. الانفيرس ستريتش ريفلكس بينص على ان انا لو عملت سيفير ستريتش العضله ترد عليا بريلاكسيشن. يعني الاستريتش ريفلكس، عشان الاستريتش ريفلكس لازم يكون مايلد ستريتش، اعمل للعضله مايلد ستريتش عشان هي ترد عليك بمايلد كونتراكشن اللي هو المسل تون. طيب افرض عملت على العضله سيفير ستريتش، العضله تحمي نفسها
ما انت عمال تعمل استرتش 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 على العضله عشان التندون بتاع العضله ما يفرقعش وما يربشرش، يقوم العضله يحصل لها ايه؟ ريلاكسيشن، كان نوع من البروتكشن. على فكره الانفرس ستريتش ريفلكس ده بروتكتيف ريفلكس، على فكره وان اوف بروتكتيف ريفلكس، بروتكتيف ريفلكس. المهم ليه؟ لان عاوز احمي العضله من السيفير ستريتش، يوم الريفلكس ده يحصل، لما يحصل سيفير ستريتش العضله يحصل لها ريلاكسيشن عشان التندون ما يفرقعش. طيب بما انه ريفلكس، انت عارف ده بيحصل امتى يا ابني؟ عارف انت لما تكون بتلعب حد ريست، تلعب حد ريست، بص بص بص، تلاقي انتوا عاملين تنشفوا 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 تنشفوا، ومره واحده اللي بيخسر يلاقي ايده خانته، مره واحده ايده، مره واحده حصل لها ايه؟ حصل لها ريلاكسيشن، مره واحده ايده خانته. ليه؟ لانه انتوا عمالين تشدوا على بعض، انت عمال عندك استريتش وعنده استريتش، بس سيفير استريتش، سيفير استريتش، بس انت عضلتك اضعف منه، يبقى لازم تخسر، لان مع السيفير استريتش العضله مره واحده يحصل لها ريلاكسيشن مره واحده، تقول ده انا ايدي خانتني، خانتك عشان حصل فيها انفرس استريتش ريفلكس. فهمت بقى؟ طيب تعال نشوف مكوناته. تقول لي يا عم مكوناته ايه بقى؟ ما هو ريفلكس، وما دام ريفلكس يبقى خمس حاجات، يا اما ايه؟ ها يلا يلا، ها استيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت اكشن. طيب الاستيمولس عرفناه والاكشن عرفناه، الاستيمولس سيفير ستريتش، الاكشن ريلاكسيشن. فين الريسبتور؟ الريسبتور هناك كان اسمه ايه؟ راجع معايا يلا يلا. الريسبتور هناك كان اسمه ايه؟ ماسل سبندل. الريسبتور هنا اسمه جي تي او، هتاخده في الهيستولوجي، جولجي تندون اورجان. الجولجي تندون اورجان اسمه انكابسول، وصفه جي تي او، جولجي تندون اورجان وصفه، هو مبدئيا موجود في التندون مش موجود في العضله. يعني بص، المصل سبندل كان موجود في الفليشي بارت، يعني موجود في حته اللحمه في نص العضله، انما ده موجود فين؟ في التندون في الاطراف. هو لما اجي اوصفه اقول انكابسوليتد نوبي نيرف اندنج، مبدئيا دي كده اسمها النيرف اندنج، دي كده اسمها ايه؟ نيرف اندنج. نوبي نيرف اندنج يعني نيرف اندنج في نهايتها نوبس، نوبس يعني زراير كده، خلاص مش زي بتاعه البين، اللي ذاكر منكم درس البين الريسبتور بتاع البين اسمه بير نيرف اندنج، يعني نيرف اندنج عريانه، انما ديت نيرف اندنج ليها زراير فبيسموها نوبي نيرف اندنج اند انكابسوليتد، يعني حوالين منها كبسول. يبقى لما اقول لك، فاكر لما قلت لك وصف لي المصل سبندل، قلت لي كبسول جواها فايبرز اسمها انترافيوزال، فيها بريفرال وسنترال، والسنترال يا اما باج يا اما تشين. لما اقول لك وصف لي بقى الجولجي تندون اورجان او الجي تي او، تقول لي انكابسوليتد نوبي نيرف اندنج، وفهمتك يعني كل حرف. طيب يلا يا عم امشي معايا بقى، ريسبتور يبعت على افرنت. الافرنت هنا من النوع 1 بي، فاكر لما جيت شرحت هناك قلت لك البرايمري له اسم تاني 1 ايه، وقلت لك ركز عشان هناخد واحد اسمه 1 بي اهو. طيب لو الوقف، فكر بقى يا بطيخ، لو ال1 بي ده راح دايركت على الالفا زي ما عمل الاسترتش ريفلكس، ما هو الالفا ده هيكهرب الالفا، لو ال1 بي راح دايركت على الالفا هيكهربه، يوم العضله يحصل لها كونتراكشن. طب انا مش عاوز كده، انا عاوز العضله يحصل لها ريلاكسيشن، يوم الافرنت هنا يعمل حركه في منتهى الصياعه، بدل ما يروح دايركت على الالفا يقوم يحفز انهيبيتوري انتر نيرون. اوبا، يعمل انهيبيشن للالفا، او الانهيبيتوري انتر نيرون ده هو اللي خلاك وانت عمال تلعب الواد ريست، هو الملعون، هو الملعون ده، الملعون ده هو شلك الفيشه بتاعت الالفا، قمت مره واحده حصل لك ريلاكسيشن. ما هو الالفا ده هو السبيل الوحيد لاحداث كونتراكشن في العضله، لو كهربته العضله حصل لها كونتراكشن، لو شلت فيشته العضله حصل لها ريلاكسيشن مش هتعرف كونتراكت. عشان كده في انتر نيرون في النص، يبقى في كام سينابس، ادي واحد وادي اتنين، مش كده بيسموه بولي ايه؟ بولي سينابتك، مش زي التاني اللي كان مونو سينابتك. كلام في منتهى السهولة، كلام في منتهى السهولة. طيب اخر جزء ونقفل الفيديو على كده، فيديو عملاق معلش، بس غصب عني لمصلحتك، هو سي ان اس كده. طيب functions of stretch reflex، سؤال نظري بس سهل جدا، هو الاسترتش ريفلكس اصلا كام كومبوننت؟ واحد يقول لي تو كومبوننت، ماسل تون خلاص، والماسل والتندون جيرك.
الماسل تون اصلا ليها فانكشنز مشهوره بيتقالوا في اي حاجه يعني. حتى كنا قلناهم في السي في اس قبل كده. ماسل تون ليها فانكشنز مشهوره. اولا الماسل تون هي اللي بتحافظ على الايكوليبريم بتاع حضرتك. ماسل تون هي اللي بتحافظ على الايكوليبريم بتاع حضرتك. تاني حاجه الماسل تون بتساعد على الفينس ريتيرن والليمف ريتيرن، لان الماسل تون ده كونتراكشن والفينز موجوده في قلب العضله، فطول ما العضله كونتراكتد بتزق الدم لفوق. كلام قديم بقى انت عارفه. الماسل تون ده كونتراكشن، واي كونتراكشن بيولد حراره، وده بيريجوليت البادي تمبريتشر يعني بيسخن جسمك. الماسل تون بتاعه الابدومين بتكيب الفيسرا ان اتس بوزيشن. يعني يعني الابدومينال وول هو راخر في تون زيه زي عضله في جسمك. الابدومينال وول المسلز اوف ابدومينال وول ده فيها تون. التون ده بيحافظ على الفيسرا اللي هي الاورجنز اللي جوه البطن تفضل في مكانها ما تبوظش بره. عاوز تفهم الكلام ده، بص العيان الفت اللي هو الهرنيا، الفت ده فيه ضعف في الابدومينال وول ماسلز. الضعف ده بنشوف العيان مثلا لما يجي كح، بيجي لنا العيان لما يجي كح فالابدومينال بريشر بيزيد، تلاقي الانتستين بتبوظ منه كده. ادي الابدومينال وول ضعيف، الابدومينال وول ضعيف، ما ده تعريف الفت، الابدومينال وول ده ضعيف. فتلاقي ده الابدومينال هرنيا يعني. فتلاقي لما يجي كح الانتر ابدومينال بريشر يزيد، فتلاقي وهو بيكح تلاقي الانتستين تعقد. يبقى من فوائد التون انها كانت بتكيب الفيسرا ان اتس بوزيشن، ما تطلعش بره الجسم. على فكره بنكشف على العيان كده، يجي لك العيان وانت شاكك ان عنده فت، تقول له كح، تلاقي في حاجه عماله تطلع بره. طيب also التون اوف ماستيكيشن ماسلز بريفنت دروب اوف ماندبل. يعني يعني بص ده كده، ده كده الماندبل، عامل لك ازاي ده كده الماندبل خلاص، ده الماندبل الفك. الجزء التحتاني ده، الجزء التحتاني اللي هو الماندبل عاوز يقع. يعني انت المفروض تمشي 24 ساعه فاتح بقك كده، مش عارف انزل تحت الكاميرا. 24 ساعه المفروض انت تمشي فاتح بقك، ليه؟ لان الماندبل ده المفروض يقع مع الجرافيتي. طيب ليه بتمشي قافل بقك؟ عشان الانتي جرافيتي ماسلز بتاعت الماندبل فيها تون، فبتمنع الدروب اوف ماندبل. يبقى دي كلها فوائد التون، ما علينا. يبقى دي كلها كده ايه؟ فوائد التون. يبقى اول خمسه دول فوائد التون. في اتنين بقى اول مره نسمع عنهم لازم حضرتك تكتبهم لي، دول اهم اتنين. السؤال ده بيجي اصلا عشان الحتتين دول، دامبنج فانكشن، وكلمه دامبنج يعني فرامل، وافهمك يعني ايه، و سيرفو اسيستنت فانكشن، ودي مش هشرحها بقى، اللي انا شرحتها بالتفصيل اللي هي الالفا جاما ايه كو اكتيفيشن، الفا جاما كو اكتيفيشن. طيب ايه بقى الدامبنج فانكشن؟ دامبنج فانكشن بيقول لك فايدتها انها بتبريفنت السكيليتال ماسل اوسكيليشنز. يعني ايه كلمه اوسكيليشنز؟ يعني تذبذبات او رعشه. بص يا ابني، اللي معظمكم ما يعرفوش ودي مصيبه، ان انا دلوقتي لو عاوز اكهرب العضله، عاوز اكهرب العضله، تقول لي والله اي عضله عشان اكهربها لازم بيجي لها اشاره من الالفا موتور نيرون، دي الوسيله الوحيده لكهرباء اي عضله. طيب العضلة عشان تتكهرب فولنتري بيجي لها اشارة من فوق، يعني الفولنتري كونتراكشن بيجي لها اشارة من فوق من ايه الاربعة. ايه الاربعة دي الكهرباء بتاعتها عاملة ازاي؟ بتنزل كهرباء ان ايكوال. واحد ضعيف الايمان يقول لك وده عيب فيها ده يا حاج ولا ايه؟ انا اقول له لا، انت هتكفر ولا ايه؟ مش عيب فيها ولا حاجة، هي بتنزل الكهرباء بتاعتها ان ايكوال. ما هو بقى شغلانة السي ان اس كله ان هو يظبط كهربتها. من الحاجات اللي بتظبط على فكره كذا حاجه بتظبط كهربتها، يعني هتلاقي برضو في فانكشنز اوف سيريبيلم قدام دامبنج فانكشن برضو بيظبط الكهرباء، ما هو الاستشن فليكس. ما هو ما هو لو اريا 4 دي مثاليه، فكر كده، لو اريا 4 دي مثاليه وبتنزل كهرباء مثاليه، امال بقيه السي ان اس شغلانته ايه؟ عاملينه ليه يعني؟ هي اريا 4 بتنزل الكهرباء بتاعتها ان ايكوال. خلاص؟ طيب يعني ايه ان ايكوال؟ يعني بتنزل امبلس ضعيفه وامبلس قوي، وبعدين تعمل امبلس ضعيفه وامبلس قوي. يجي واحد يقول لي طب ما دي مصيبه، ما هم الكهرباء بتاعتها لما تكون ضعيفه في قويه، ضعيفه في قويه، الانقباض بتاع العضله الاخر هيبقى مره، يعني اجي مثلا اشيل الالم مثلا، تلاقي العضله راحه الالم كده، يعني ايه؟ بترعش، يعني فيها اوسكيليشنز، الرعشه دي. طيب عشان امنع الكلام ده في حاجتين بيمنعوا الكلام ده، السيريبيلم والستريتش ريفلكس. ازاي بقى؟ ركز معايا حتى رخمه.
لو انا قلت لك ايه رأيك في منظر السوستة في كل مرة؟ يعني لو قلت لك بص كده على منظر السوستة اللي هي المسل سبندل اللي هي السنتر بارت اوف المسل سبندل في كل مرة، تقول لي بص لو العضلة، لو العضلة جالها الكهرباء الضعيفة هتكونتراكت كونتراكشن ضعيف، يقوم السوستة فست بس مش قوي، يعني لسه ايه؟ لسه فيها شدة، منطقي. غير لما يجي لها الكهرباء القوية تقوم عاملة كونتراكشن قوي، يقوم السوستة تفس خالص. هنا السوستة بص فست خالص اهي. طيب يبقى السوستة هنا ما فستش قوي، انما السوستة هنا فست خالص. طيب هي السوستة لما ما بتفسيش قوي، هو يعني لسه ستيل ايه؟ ستيل الماسل سبندل في ستريتش، يقوم يرد عليا بيه كونتراكشن. يبقى السوستة لما تكون مشدودة تعمل كونتراكشن قوي. اسف، خلينا مثلا نقول توصلنا لحد هنا. يعني خلينا نقول كده ده النورمال كونتراكشن بقى بتاع العضله بتاعتك. تاني، يبقى اري 4 لما تدي، صح معلش، اري 4 لما تطلع كهرباء ضعيفه تعمل كونتراكشن في العضله ضعيف، يقوم السوسته لسه مشدوده. تقوم السوسته بقى تعمل كونتراكشن قوي. طب اعكس، لما اري 4 تطلع الكهرباء القويه يقوم العضله انقبضت انقباض قوي. خلاص؟ يوم السوستة فست خالص، لما السوستة فست تعمل كونتراكشن ضعيف اللي هو البرتقاني ده. وبعدين ال 4 تطلع كهرباء ضعيفة، يوم السوستة لسه محملة، تقوم السوستة تعمل كونتراكشن قوي. وبعدين ال 4 طلعت كهرباء قوية، يوم السوستة فست، يقوم تعمل كونتراكشن ضعيف. المحصلة في النهاية إيه؟ المحصلة في النهاية إن الاستريتش ريفليكس كمل الاسكيليشنز دي ووقفها كلها عند نفس الإيه؟ عند نفس الخط. يقوم العضله بتاعتك الخط الاسود ده بقى هو الكونتراكشن اللي بيطلع عندك في الاخر، يقوم العضله تكونتراكت بايه؟ سموث. تقوم العضله تكونتراكت سموث. ده كل ما يخص الاستريتش ريفلكس. نلتقي على خير في فيديوهات قادمه ان شاء الله.